هي ذكي صباح الخير. أخبار فتاتيكا قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا شازلين. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. بنسأل وليه الجو حر جدا اليومين دول، ولسه خلاص يعني المفروض أنه الصيف قرب، لكن لسه فاضل 10 أيام على بداية فصل الصيف، لكن الجو حر جدا. وفقا للتقويم القبطي احنا في شهر بقونا، وده الشهر الاعلى في درجات الحراره، واحنا يعني اهالينا زمان وجدودنا كان عندهم مجموعه من الامثال الشعبيه القديمه على الشهر ده، كانوا بيقولوا ان بقونا بيخلي الميه تغلي في المعونه من ارتفاع درجه الحراره، او بقونا ابو الحراره الملعونه. فارتفاع درجات الحراره شيء طبيعي، لكن الملاحظ هو ان الموجات شديده الحراره بتستمر فتره طويله وممكن تقعد اكتر من اسبوع او 10 ايام، وده احنا مش متعودين عليه. بس انت بقونا ابو الحراره الملعونه، حلو حلو، درجه الحراره بترتفع فيه جدا يعني، وده شيء متوقع وطبيعي، لكن الفكره التقلبات اللي بتحصل دي صعبه قوي. انت عارف زمان يمكن كانت الموجه الحاره دي بتبقى يوم يومين ثلاثه على اقصى تقدير، لكن دلوقتي احنا بنشوف درجات الحراره العاليه دي بتقعد معانا مطوله شويه، الموضوع اختلف، عشان كده احنا حاسين ان الجو الحر ده مكمل معانا، فلازم احنا يعني ناخد احتياطاتنا والاجراءات الوقائيه ان احنا نبتعد قدر الامكان عن التعرض المباشر لاشعه الشمس. يمكن دكاتره كتير لما بيجوا معانا في البرنامج بيقعدوا يقولوا لنا لازم نشرب ميه كتير، ناخد بالنا كويس قوي ان احنا ما نتعرضش لاشعه الشمس المباشره، لو احنا مضطرين نعمل ده ناخد معانا فوطه ساقعه ونبتدي نحطها على رقبتنا، لان ده هيقلل شويه او هيساعد الجسم انه يبرد حرارته، فبالتالي ما نتعرضش للاجهاد الحراري اللي ممكن ناس كتير قوي تتعرض له بسبب درجة الحرارة المرتفعة. صحيح، بكل تأكيد تأثير كبير جدا، ومش بس تأثير كبير على الإنسان وعلى صحة الإنسان، وإن كان طبعا زي ما كانت بسنت بتقول كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة من المفترض أن هم ما يتعرضوش قدر الإمكان لأشعة الشمس بشكل مباشر، لكن تأثيره بيتخطى كمان أنه بيأثر على الإنسان، لا كمان بيأثر على المحاصيل الزراعية، وده برضو احنا بنتكلم عنه بشكل شبه يومي، بيأثر على المحاصيل الزراعية، بيأثر على الثروة الحيوانية، وعشان كده وزارة الزراعة بتكثف من التوعية للمزارعين والمربين لحماية المحاصيل والثروة الحيوانية والدجنة من الحرارة الشديدة وتخفيف تأثيرها كمان. ده حقيقي يا شاذلي، عشان كده احنا النهاردة بقى هنتكلم بشكل مفصل عن تأثير الحرارة الشديدة على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، وإيه التوصيات اللي يمكن لازم يلتزم بيها المزارعين والمربيين، فابقوا معنا في خلال الحلقة عشان نتعرف مع بعض على أهم هذه النصائح. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس، كمان جولة مرورية في شوارع القاهرة وباقي المحافظات. يا هالة صباح الخير. صباح الخير عليك. صباح الفل يا شاذلي. صباح الفل يا بسنت، وصباح الفل والسعادة على كل اللي بيشوفونا. يا أهلا بيكي. مش هيبقى ارتفاع درجات حرارة وزحمة كمان؟ حر زحمة في حتت وطريق رايق في حتت تانية، يعني بعض المناطق يعني، بس هو طبعا الجو حار، درجة الحرارة 38، يعني أنتوا أشرتوا طبعا ونوهتوا إن احنا بنمر يعني بموجة حارة. فعلى العموم احنا هنستعرض مع حضراتكم الاول احوال المرور وبعد كده هنبص على الطقس. لو بصينا على المرور دلوقتي في مناطق مختلفه من مصر وبدانا جولتنا من القاهره تحديدا من الكورنيش، هنلاقي ان في كثافات متحركه بدايه من المظلات وحتى منطقه وسط البلد. الكثافات دي بتستمر، ولو مشينا للطريق السطحي في شارع رمسيس وامتداده هنلاقي برضو في سيوله مروريه في طريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا للقلعه. عند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش انتظمت عليه حركة المركبات وصولا للمعادي وحلوان. الكورنيش من المظلات لمنطقة وسط البلد بيشهد كثافات مرورية متحركة، نفس الأمر في الاتجاه المعاكس.
تعالوا دلوقتي نروح مع بعض للجيزة، هنلاقي فيه سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود شارع جامعة الدول العربية، وده بعد افتتاح التوسعة الخاصة بالشارع عقب الانتهاء من محطة مترو الأنفاق. نفس السيولة موجودة في شارع السودان وعلى كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان، وعند شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل لمناطق الدقي. يعني معظم شوارع الجيزة فيها سيولة مرورية ما عدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير. نروح مع بعض محافظة الإسماعيلية، هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيربط بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي ما بتأثرش على حركات المركبات. الطريق على الكورنيش بيشهد سيولة مرورية لغاية مبنى المحافظة والجامعة. أما الطريق المتجه للإسماعيلية ففيه سيولة مرورية خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، لكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق فيه بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة. محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. لو رحنا لطريق عبد المنعم رياض هنلاقي إن في سيولة مرورية، كمان في بعض الكثافات عند طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في بعض الكثافات المرورية ولكنها غير مؤثرة بس بتزيد مع ساعات الزرقاء الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. زي ما أشرنا في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية خفيفة الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كمان في نشاط للرياح على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 38، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. معنا تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بس بعد شوية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وشهد اللقاء استعراض آخر التطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين. وحرص الرئيس السيسي على التجديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع. كمان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وخلال الاجتماع اطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات من ضمنها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكذلك الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. شهد اللقاء استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية. أيضاً شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وحرص الرئيس السيسي على التجديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع والمضي قدماً في إنفاذ حل الدولتين. امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات من بينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأيضاً الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري. أشار مدبولي إلى المتابعة المستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات لانطلاق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي اللي بيحظى باهتمام كبير من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية سعياً لإخراجه في أفضل صورة وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه دعوات الحضور للعديد من كبار المسؤولين والمعنيين.
امبارح أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قرار بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 15 من شهر يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 20 من نفس الشهر أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة. مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وده بمناسبة عيد الأضحى المبارك. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة الغربية. فيها تم افتتاح مستشفى أمراض وجراحات الكلى بطنطا، أما في الفيوم فتم تخصيص 14 مجزر لذبح الأضاحي مجاناً، وده تيسيراً على المواطنين ولمنع الذبح خارج المجازر. كمان في المنيا تم استقبال 381 ألف طن قمح بالصوامع والشون منذ بداية موسم التوريد، وفي الشرقية تم توزيع 2400 كيلو دواجن مجمدة على المستحقين تزامناً مع عيد الأضحى. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الغربية شهدت جامعة طنطا افتتاح مستشفى أمراض وجراحات الكلى. يعد المستشفى أول مركز تميز طبي وبحثي لأمراض وجراحات الكلى لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا، وتم إنشاؤه بأعلى المعايير الدولية ويواكب الجيل الرابع من المستشفيات. في المنوفية تم افتتاح ممشى أشمون الجديد بطول 1500 متر بعد الانتهاء من تطويره، مع التوجيه بزيادة عدد استراحات للمواطنين وتوفير الخدمات المميزة لهم من خلال تزويد أكشاك الخدمة وأيضاً زراعة المزيد من الأشجار لتوفير متنفس جمالي وحضاري لأهالي أشمون. في دمياط أكدت مديرية الصحة أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة حقك تنظمي اللي استمرت على مدار 10 أيام قدمت خدمات تنظيم الأسرة ل 8085 منتفعة من محافظة دمياط من خلال عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة إلى جانب العيادات المتنقلة. في الفيوم أعلنت المحافظة عن تخصيص 14 مجزر حكومي لفتحها أمام الأهالي والجمعيات الأهلية الخيرية لذبح الأضاحي مجاناً طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مساهمة من المحافظة في التيسير على المواطنين ومنع الذبح خارج المجازر لضمان سلامة اللحوم والحفاظ على نظافة البيئة. في المنيا أكدت المحافظة استمرار استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2024 في الشون والصوامع، وتم توريد 381 ألف من الأقماح منذ بدء الموسم من خلال 42 موقع تخزيني تم تجهيزها لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول. في بني سويف أكدت مديرية الصحة قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية سادمنت مركز إهناسيا مكونة من 9 عيادات، وتم الكشف على 1739 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان. في الشرقية أعلنت مديرية الأوقاف أنه تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولى بالرعاية لتوجيه صكوك الإطعام لها، وتم تسليم 2400 كيلو دواجن مجمدة لتوزيعهم على المستحقين، وده من خلال خطة عمل بيتم تنفيذها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المنتشرة في مختلف القرى والمراكز على مستوى المحافظة. دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معانا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة بداية موجة شديدة الحرارة. الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور محمود. صباح الخير على حضرتك استاذه هاله وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. بدايه موجه حاره هتستمر لحد امتى؟ بالفعل طبعا بدايه موجه حاره، التنبؤات بتشير انها مستمره لمده اسبوع على الاقل، لكن طبعا بتبدا اليوم بارتفاع تدريجي في درجات الحراره على كافه مناطق الجمهوريه، وبنعتبره كبدايه لموجه من حاره لشديده الحراره بتاثر على اغلب مناطق الجمهوريه. يمكن اليوم تحديدا هتبدا ترتفع درجات الحراره بمعدل درجه لدرجتين عن الامس على كافه مناطق الجمهوريه. القاهره بالامس سجلت حوالي 36 درجه مئويه، وجنوب الصعيد بدأ يسجل في حدود 37 درجة، شمال الصعيد 37 درجة، والجنوب في حدود 40 إلى 41 درجة مئوية.
اليوم العظمى المتوقعة للقاهرة 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بتوصل ل 42 على محافظات جنوب الصعيد، ده خلال ساعات النهار. خلال ساعات الليل كمان هترتفع درجات الحرارة بمعدل درجة تقريبا، والصغرى المتوقعة للقاهرة 25 درجة. يعني الطقس بداية من اليوم هيبدأ يكون طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء ما عدا سواحلنا الشمالية المطلة على البحر المتوسط، هتكون درجات الحرارة عليها في حدود الـ 32 درجة، وبالتالي الطقس بيكون حار على السواحل الشمالية. وخلال ساعات الليل بيكون الطقس معتدل على كافة مناطق الجمهورية ما عدا جنوب سيناء وجنوب الصعيد. زي ما أشرنا هو ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وبالتالي كل يوم هيكون أعلى من اليوم اللي قبله بمعدل درجة لدرجتين تقريبا، حتى نصل بداية من يوم الخميس هنبدأ نصل إلى ذروة هذه الموجة. ذروة الموجة دي زي ما الخرائط أمامنا بتشير هتكون ما بين الخميس إلى السبت، وبالتالي متوقع نسجل أعلى درجات حرارة خلال الموجة دي ما بين الخميس للسبت. العظمى الخميس متوقع تكون 40 درجة مئوية، بدخول يوم السبت متوقع أن العظمى تصل إلى حوالي 43 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وهتوصل على جنوب الصعيد لحوالي 47 ربما 48 في بعض المناطق من جنوب الصعيد. يمكن كمان خلال الذروة دي السواحل الشمالية هتدخل معانا من ضمن الأماكن التي قد تكون شديدة الحرارة خلال ساعات النهار، وبعض التوقعات بتشير إن سواحلنا الشمالية قد تسجل 36 درجة مئوية خلال فترة الذروة. الذروة حوالي 72 ساعة زي ما أشرنا من الخميس للسبت، ارتفاعات كبيرة جدا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بيقابلها كمان ارتفاع كبير في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، وبتصل معها الصغرى لحوالي 28 وممكن 29 على القاهرة الكبرى، وبتتجاوز 30 درجة مئوية بالنسبة لمحافظات جنوب الصعيد. طيب في أي رياح محملة بالأتربة، أي ظواهر جوية موجودة معنا النهاردة؟ لا بالعكس، هيكون الجو فيه استقرار تام، يمكن سرعات الرياح مش هتكون عالية بالشكل الكبير حتى. ده الحمد لله، لأنها يعني بتزود أكيد إحساسنا بالحرارة لو في أعتقد يعني لو في رياح، لكن طالما ما فيش ممكن تبقى الدنيا جو أخف شوية نقدر نتحمل الحر يعني. فعلا مع ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير جدا في أي نشاط رياح خلال ساعات النهار هنحس معاه أكثر بهواء ساخن بشكل كبير، لكن الهواء هيكون مستقر نسبيا حتى لو في بعض نسمات وهبات الرياح. هتكون سرعات الرياح في حدود 30 كيلومتر على الساعة على فترات متفرقة وعلى مناطق متفرقة من الجمهورية. طبعا الارتفاع ده لو اتكلمنا عن سببه من الناحية العلمية، هو سبب تأثرنا بوجود كتل هوائية هتكون أيضا قادمة من مناطق صحراوية بالأساس، درجات حرارة مرتفعة جدا على سطح الأرض، بالإضافة لوجود مرتفع في طبقات الجو العليا اللي بيمنع تماما تشكل السحب، أجواء مشمسة طول ساعات النهار، مع وجود ارتفاع في درجات الحرارة في كافة الطبقات الموجودة في عمود الهواء، وبالتالي ارتفاع في درجات الحرارة في طبقات الجو العليا الموجودة فوق جمهورية مصر العربية. يمكن بدأنا نحس الفترة دي أو يمكن السنة دي والعام الماضي بالموجات اللي بتكون طويلة نسبيا. صحيح. يعني لو صحيح. كنا لسه بنقول كده في بداية الحلقة، يعني كان الأول فعلا بتبقى الموجة يومين ثلاثة، دلوقتي بتستمر بأسبوع كامل يعني. بالفعل ده اللي بقى أمر غريب شوية، يعني صح. الدرجات الحرارة دي القاهرة لما بتسجل 40 أو 42 درجة مئوية، يمكن لما بنرجع للسجلات المناخيه الموجوده عندنا في الهيئه بالفعل بنكون سجلنا الارقام دي في بعض الحالات قبل كده في مثل هذه الفترات، لكن بتكون ضمن موجه حدثت على مدار يومين او ثلاث ايام على اقصى تقدير. صحيح. طول مده الموجه بيخلينا نحس بشكل اكبر بدرجات الحراره، بنحس بشكل اكبر بهذه الارتفاعات الكبيره خاصه الاسكندريه، يعني يمكن بنتكلم عن ذروه الموجه دي بتستمر حوالي ثلاث ايام، ودي بالفعل فترة طويلة جدا، وكنا خارجين برضو من موجة شديدة الحرارة وقبلها بفترة وجيزة كان في موجة تانية. صح. هذه الاستمرارية وتلاحم الموجات ورا بعضها هو ده الأمر غريب. بالضبط غريب خلال الفترة دي. صح. يمكن ده بيكون بسبب تأثير التغيرات المناخية اللي بدأت بالفعل تضرب العديد من دول العالم. ودايما بنقول ان الكتل الهوائيه لا تعرف حدود الدول، وبالتالي بما ان العالم حوالينا بيتاثر بهذه الارتفاعات بهذه الكتل الهوائيه المتطرفه
فبالتالي مصر اكيد بيكون لها نصيب من هذه الارتفاعات وجزء من هذه التصرفات. خلينا بس ناكد على بعض النقط الهامه مع هذه الموجه شديده الحراره، يمكن على مدار الكام موجه اللي فاتت من خلال متابعتنا مع محافظات الجمهوريه، عندنا في الهيئه طبعا في مثل هذه الحالات بنفعل غرفه الازمات داخل هيئه الارصاد الجويه طبعا. بالتزامن مع غرف الازمات اللي بيتم تفعيلها داخل المحافظات، بيتم تعيين وتخصيص متنبئين جويين من عندنا هنا من الهيئه مختصين للتعامل مع والتواصل مع المحافظات في كل ما يخص هذه الحالات. يمكن بدانا نحس في الحالات الماضيه بعض الحرائق يمكن بتحدث في بعض محافظات شمال الصعيد، والحقيقه من تعاملنا وتواصلنا مع المحافظات ده بيكون بسبب بعض الاهمال من بعض المواطنين هناك، فبنشدد على المواطنين توخي الحذر التام خاصه المزارعين في محافظات الصعيد. ايضا بالنسبه للمواطنين عدم ترك اي مواد قابله للاشتعال داخل السيارات اثناء ركنها تحت اشعه الشمس. لو درجة الحرارة بره السيارة بتكون في حدود 42 حتى أو 43 مع غلق النوافذ وركن السيارة وركن السيارة تحت أشعة الشمس، بالتأكيد ده بيخلي درجة الحرارة داخل العربية تتجاوز ال 60 وال 65 درجة مئوية، وبالتالي عدم ترك أي مواد مضغوطة أو سائل قابل للاشتعال، لأن ده طبعا قد يؤدي إلى عواقب مش كويسة. دي أهم طبعا النصائح اللي بنوجهها للمواطنين، بالإضافة لشرب كميات كبيرة من المية والسوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس. ربنا يحفظ الجميع إن شاء الله. بنشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح مهمة جدا يا ريت ناخد بالنا. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25، أيضا في العاصمة الإدارية 38-25، الإسكندرية 32-22، والعلمين الجديدة 31-22، مطروح 30-21، ودمياط 32-23، بورسعيد 31-23، والإسماعيلية 37-23، السويس العظمى 36 والصغرى 24، وفي العريش 32-23، كاترين 31-18، وطابق 37-23، حلايب 36-28، وشلاتين 39-28، شرم الشيخ 41-29، والغردقة 40-28، الفيوم العظمى فيها 37 والصغرى 23، وبني سويف ايضا 37-23، اما في الوادي الجديد فالعظمى 43 والصغرى 23، واسيوط 39-23، سوهاج 40-24، وقنا 42-26، الاقصر 42-27، واسوان 43-28. دي كانت نشرتنا الجويه المفصله. دلوقتي عوده مره ثانيه لبسنت وشاذلي متابعه فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك. شكرا. خلونا دلوقتي نتابع مع بعض اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينظم مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر اليونيسف حفل إطلاق تقرير نماذج رعاية الأطفال المدعومة من أصحاب العمل في مصر، التجربة والتوثيق، اللي هيجمع أيضاً شركاء التنمية في مصر حول اقتصاد رعاية الأطفال وتعزيز العمل اللائق. النهاردة هيتم إعادة عرض فيلم باب الشمس للمخرج يسري نصر الله ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية بعد عرض أول كامل العدد للنسخة المرممة الحديثة من الفيلم. فيلم باب الشمس تم تقديمه عام 2004 وبتدور أحداثه حول خليل اللي بيروي للمناضل الفلسطيني يونس الراقد في غيبوبته قصة حبه اللي جمعته منذ الصبا بابنة قريته بالخليل نهيلة من قبل الاجتياح الإسرائيلي وبعده، وحيث كان خلال فترة الخمسينيات والستينيات بيتسلل خلسة من لبنان للخليل ليقابل زوجته في مغارة باب الشمس ويعود لينضم لزملائه في تنظيم المقاومة. النهاردة هيتم انتهاء تفويج حجاج بعثة القرعة من المدينة المنورة لمكة المكرمة ليكتمل وصول جميع حجاج القرعة للعاصمة المقدسة. النهاردة في صباح الخير يا مصر هنحيي مع حضراتكم ذكرى ميلاد ملك الإفيهات الفنان الجميل نجاح الموجي، واحد من أهم الكوميديانات اللي دخلوا قلوب وعقول الجماهير، ومن الفنانين اللي أنا كنت بحب دايما على المستوى الشخصي إن أنا أتفرج عليه وأتابعه دايما. زي ما بنقول كده إيه، بيمثل وهو سايب إيده، يعني ما بيبذلش أي مجهود لكنه صادق في تعبيراته، صادق في كلامه، قدم مسيرة مليئة بالأعمال المميزة والناجحة،
ويمكن من أشهر أدواره شخصية الواد مزيكا صبي الجزار اللي قدمها في مسرحية المتزوجون، وكمان شخصية المعلم هرم في فيلم الكيت كات. شوالي شمر شمروخ شريف شعيلة شريط شنوان نقرا حبة قد كده وبعدين نلعب حبة قد كده. يلا يلا بينا على جوه. لا هنا هنا هناك كله على حد سوا. تحل اليوم ذكرى ميلاد ملك الإفيهات الخالدة نجاح الموجي الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1945، ويعد واحداً من الفنانين الذين دخلوا قلوب وعقول الجماهير وقدم مسيرة حافلة بالأعمال المميزة والناجحة. بدأ الموجي حياته الفنية مع ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينيات، عندما أسند إليه المخرج محمد سالم والفنان جورج سيدهم دوراً مهماً في مسرحية فندق الأشغال الشقة عام 1969. أنا اللي مسؤول عن علاج جميع الأمراض اللي بتصيب المواسير والمحابس والحنفيات والسيفونات والمجاري. سباك يعني؟ أيوة سباك، بس معايا دكتوراه فخرية في السباكة واخدها من جامعة حوض البحر الأبيض المتوسط. تخرج الفنان نجاح الموجي من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، ولم يترك وظيفته في هذا المجال إلى جانب عمله في مجال الفن حتى وصل إلى درجة وكيل وزراء. حقق الموجي رصيداً كبيراً على شاشتي التلفزيون والسينما بأعماله الكوميدية خاصة في المسرح. تمتع الفنان نجاح الموجي بخفة الظل والتلقائية والارتجال في الأداء، واشتهر بشخصية الواد مزيكا صبي الجزار التي قدمها في مسرحية المتزوجون، واشتهر بتلقائيته في إلقاء الإفيهات التي كان يرتجلها على المسرح. اطاني فين الاقيك؟ ازيك يا مزيكا؟ ازيك يا سامي صعود؟ الحمد لله. امال فين سحنفي؟ سحنفي؟ هيكون فين يا سيدي؟ بيستحمى. يا لهوي، كل ده ولسه ما نضفش؟ بيستحمى. بيستحمى كل يوم يا مزيكا، اللي ما كانش بيستحمى ليوم شم النسيم بس. قدم ما يقرب من 150 عملاً فنياً، تم اختيار ثلاثة أفلام شارك فيها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996. رحل عن عالمنا يوم 25 من سبتمبر عام 1998 بالقاهرة إثر أزمة قلبية فاجأته بعد عودته إلى منزله من المسرح، حيث كان يقوم بدوره في مسرحية سيدي المرعب. النهارده كان اول مره اعرف ان الفنان نجاح الموجي ما اسموش اصلا نجاح الموجي، وخد اسم نجاح ده من اخته الكبيره عشان هي اللي كانت دايما بتديله كده دفعه ان هو يعمل احسن ويشتغل الشغلانه اللي بيحبها. خلونا نروح لموضوع تاني، ويمكن في الفتره اللي فاتت تم تنفيذ اكبر برنامج وقائي لطلاب او لحمايه طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدره. الحملات دي وصلت ل 7500 مدرسه، عملت انشطه توعويه في 25 جامعه لرفع وعي الطلاب بخطوره الادمان، ويمكن هو ده السن الخطر اللي بيبتدي فيه اي نوع من انواع الافكار الغريبه يا شاذلي، او التعرض لكل ما هو جديد. صحيح، وده مهم جدا هذه الحملات للتوعيه. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الاستاذ مدحت وهبه، المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم يا فندم وعلى كل الساده المشاهدين الكرام. يا اهلا بيك يا استاذ مدحت. في البدايه لو حضرتك تعرفنا على الانشطه والفعاليات اللي بيشتمل عليها البرنامج الوقائي لحمايه طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدره. خلينا اقول لحضرتك، يمكن احنا الحقيقه بنشتغل في صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي برئاسه معالي الوزيره الدكتوره نبيل القباش وزيره التضامن ورئيس مجلس اداره الصندوق على اكثر من محور، من ضمن المحاور اللي هي في غايه الاهميه المحور الوقائي، ويمكن احنا دشنا اكبر برنامج وقائي لحمايه وتوعيه طلابنا في المدارس خاصه في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. والحقيقه يمكن على مدار العام الدراسي 2023-2024 نفذنا اكبر برنامج وقائي في حوالي 7500 مدرسه، ويمكن امس احنا يمكن استقبلنا وفد يعني رفيع المستوى من اكاديميه الشرطه بدوله الامارات للتعرف على التجربه المصريه ممثله في صندوق مكافحه وعلاج الادمان في البرنامج الوقائي والاستفاده منها. ويمكن الحقيقه بدل يعني بدانا تعاون مشترك مع اكاديميه الشرطه في دوله الامارات لنقل التجربه المصريه فيما يتعلق بالبرامج الوقائيه اللي بننفذها لحمايه طلابنا وشبابنا من تعاطي المواد المخدره. الحقيقه كمان يمكن احنا
في شهر رمضان الماضي شاركنا في مؤتمر الأمم المتحدة اللي تم انعقاده في فيينا، وتم اختيار التجربة المصرية من ضمن يعني 6 تجارب على مستوى العالم عظيم. باعتبارها تجربة رائدة في التوعية لحماية الشباب وطلاب المدارس من تعاطي وإدمان المواد المخدرة. البرنامج اللي بننفذه في المدارس بيتميز من نوعه إن هو بيبث فيديوهات يعني مرئية، الفيديوهات دي بتحكي رحلة التعاطي وبالتالي بتبرز الأضرار اللي بيتعاطى اللي بيتعرض لها المتعاطي للمواد المخدرة، سواء إذا كانت أضرار صحية أو أضرار يعني نفسية، وبالتالي بترفع وعي طلابنا في المدارس بخطورة التعاطي للمواد المخدرة. هذا البرنامج كمان بيتميز إن هو كمان بيعتمد على مشاركة الطلاب واستراتيجية العصف الذهني، بحيث إن الطلاب هم اللي شاركوا كمان بنفسهم خلال بث الفيديوهات التوعوية، وبالتالي الطالب يبقى عارف مدى الاستفادة من مثل هذا البرنامج. احنا الحقيقة كمان احنا عندنا يعني كمان يعني مبادرات في غاية الأهمية، بنوعي الشباب في الجامعات وبنصحح المفاهيم المغلوطة لدى بعض الشباب عن المخدرات، لأن في بعض المعتقدات الخاطئة زي إن المخدرات بتساعد على نسيان الهموم، على تنشيط الذاكرة، إن الحشيش مش إدمان، كتير من المعتقدات الخاطئة لدى بعض الشباب. عشان كده إحنا بنصحح المعتقدات دي بتجيلهم منين يا فندم؟ يعني أنتوا لما اتناقشتوا كده معاهم عندهم المعتقدات دي منين؟ يعني منين عرفوا إن المخدرات مثلا بتنشط الذاكرة؟ يعني مين قال كده؟ خلينا اقول لحضرتك، لان احنا عندنا كمان في حاجه في غايه الاهميه، احنا لما بنحلل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الداخل لصندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي هو 16023، احنا بنشوف ايه ابرز الدوافع للتعاطي من خلال المتقدمين للعلاج، بنلاقي منها حب الاستطلاع والتجربه اللي مرتبطه بالمفاهيم المغلوطه اللي اشرت حضرتك عليها. عشان كده احنا بتحليل البيانات دي بتمثل لنا يعني غايه في الاهميه، عشان لما بيجي نعد البرامج والاستراتيجيات الخاصه ببرامج التوعيه تبقى مستنده على اساليب علميه، نبقى عارفين ابرز الدوافع للتعاطي، نبقى عارفين الفئات العمريه المستهدفه، نبقى عارفين كمان اكثر انواع المخدرات انتشارا، وايضا كمان الفئات زي ما بقول لحضرتك، وبالتالي احنا يعني يبقى هدفنا هو اعداد برامج توعويه متكامله مبنيه على اساليب علميه، وبالتالي نقدر ان احنا نفيد طلابنا بوعيهم بخطوره تعاطي المواد المخدره. يمكن احنا في رمضان الماضي لما اطلقنا مرحله جديده من حمله انت اقوى من المخدرات، كانت بتستهدف الحقيقه فئات مختلفه بهدف رفع وعيهم، والحملة دي ساهمت في زيادة عدد المتصلين للخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتلقي العلاج 500%، يعني 5 أضعاف، يعني زيادة 5 أضعاف، وبالتالي كان لها أهمية كبرى. الحملة دي اعتبرتها العديد من الدول من الحملات الملهمة والمؤثرة والإبداعية لتوعية شبابنا. ويمكن زي ما حضراتكم عارفين، يمكن احنا كمان كابتن محمد صلاح الحقيقة هو كمان يعني نجم الحملة على مدار السنوات الماضية بالنسبة لتوعية شبابنا. احنا كمان عندنا الحقيقة يعني توجهات من القيادة السياسية لنفذ برامج توعوية متكاملة لأهالينا في المناطق المطورة بديلة العشوائيات زي المحروسة بشائر الخير وحدائق اكتوبر وكتير من المناطق المطورة. بنوعي الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وازاي الأسرة لو عندها لا قدر الله ابن بيتعاطى مواد مخدره، ايه ابرز العلامات اللي ممكن تشير ان الابن بيتعاطى، وازاي كمان تتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحه وعلاج الادمان 16023 للحصول على كافه الخدمات العلاجيه لمرضى الادمان مجانا وسريه تامه. احنا يمكن كمان شغالين في قرى المبادره الرئاسيه حياه كريمه، بنعمل الحقيقه ورش حكي للاطفال لتوعيتهم بخطوره التدخين، بنعمل كمان دوري رياضي تحت شعار انت اقوى من المخدرات للشباب، وايضا لاستثمار طاقه الشباب الحقيقه في التوعيه في مجال المواد المخدره. احنا يمكن الحقيقه كمان يمكن بالتوازي مع البرامج الوقائيه، يمكن احنا عندنا 30 مركز علاجي منتشرين في 19 محافظه بيقدموا كافه الخدمات العلاجيه لاي مريض ادمان مجانا وسريه تامه. الدوله المصريه ممثله في صندوق مكافحه وعلاج الادمان من الدول القلائل اللي بتقدم الخدمات العلاجيه لمرضى الادمان مجانا ووفقا للمعايير الدوليه، بمعنى ان الخدمات العلاجيه لا تقتصر فقط على سحب المخدر من المريض، ولكن بتمتد الى خدمات التاهيل النفسي، الدعم كمان
الاجتماعي، ايضا كمان التمكين الاقتصادي، ودي لاول مصر اول مره يمكن ده بتتميز به الدوله المصريه، ان احنا بنقدم كمان خدمات ما بعد العلاج، وده في اطار اعاده دمج المتعافي مره اخرى في المجتمع، وايضا كمان للحد من الانتكاسه. احنا يمكن على مدار الخمس اشهر الماضيه يمكن قدمنا الحقيقه يعني خدمات العلاج لاكثر من 66 الف مريض ادمان كلهم مجانا وبسريه تامه. ايضا قدمنا في المناطق المخبره والمهم كمان جدا ان انتوا وصلتوا ل 7500 مدرسه، يعني مش قادره اتخيل كم طالب، وده المهم ان انتوا توصلوا من الاول. بنقول دايما الوقايه خير من العلاج، ان احنا من الاول كده نوعي طلابنا ونقول لهم قد ايه خطوره هذا الامر. الموضوع مش بس هيقتصر على تجربه مره وخلاص، لا انت ممكن تفضل بتعمل ده طول حياتك، فتاثر على نفسك وتاثر على عيلتك، فبالتالي كمان تاثر على المجتمع. كل الشكر ليك الاستاذ مدحت وهبه، المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحه وعلاج الادمان. هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر، وكنا بنتكلم مع حضراتكم في بدايه الحلقه عن موجه الحر الشديده اللي موجوده هذه الايام، مش بتاثر بس علينا، كمان ليها تاثير سلبي كبير جدا على الثروه الحيوانيه. عشان كده وزاره الزراعه بتكثف من حملات التوعيه للمزارعين والمربين لحمايه الثروه الحيوانيه والداجنه من الارتفاع الشديد في درجات الحراره وتخفيف تاثيرها كمان. طيب خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن تاثير موجات الحراره الشديده على الثروه الحيوانيه وطرق التعامل معها من دكتور محمد مصباح الضيصتي رئيس معهد بحوث الصحه الحيوانيه. صباح الفل على حضرتك واهلا بيك. صباح الخير على حضراتكم جميعا وعلى كل المصريين، كل سنه وحضراتكم طيب. كل سنه وحضراتكم مبارك علينا كلنا في حضرات يا رب. امين. لو هنقول كبسوله ارشادات كده خاصه بالمربيين للحفاظ على الحيوانات من اي تاثيرات سلبيه من الموجات الحر الشديده هتبقى ايه يا فندم؟ طبعا يا فندم عجبني جدا نهايه الحديث السابق مع حضرتك، الوقايه خير من العلاج. انا بس هستاذن حضرتك لو نقف في مكان فيه شبكه اكتر عشان صوت حضرتك مش واضح. طيب تمام يا فندم. انا بقول لحضرتك كده، انا يعني حضرتك نهيت الحديث السابق بالوقاية خير من العلاج. حقيقي. وده ملخص الاحتباس الحراري أو الموجة الحرارية اللي بتمر بيها البلاد في الفترة اللي جاية، والإنتاج الحيواني بيتأثر تأثير مباشر بارتفاع الموجة الحارة ديت، بمزارع الدواجن بيرتفع نسبة الوفيات فيها، مزارع الحلاب بيقل انخفاض اللبن، بيحصل انخفاض للبن، انتاج اللحم بيقل في عجول التسمين، مشاكل كتير احنا بنواجهها. وعشان كده دايما احنا بننصح المربيين في الفتره اللي جايه بنقول لحضرتك ربنا خلق الحيوان بيحب الاكل بعد شروق الشمس وقبل الغروب، ده الطبيعه اللي خلقه عليها ربنا. وعشان كده احنا بنقول لحضرتك دايما التغذيه تكون متوازنه وتكون في الاوقات بعيد عن الحر خالص، لان الحيوان ساعه ما بيحس بالحراره او ارتفاع درجه الحراره هو بيبعد عن الاكل تماما وبيرفض الاكل تماما. فعشان كده بناكد على حضرتك انت لازم تاكل حيواناتك الصبح بدري، العليقه بتاعتك او العلف اللي بيكون متوازن بيحتوي على العناصر الغذائيه اللازمه عشان يقاوم عمليه الاحتباس الحراري. الحاجه الثانيه احنا بنزود عدد المسائي ومصادر الميه، وبتكون مصادر ميه نظيفه وميه بارده في بالاخص في مزارع الحلاب. الحاجه الثالثه احنا بنزود عدد التهويه او المكان التهويه بتاعته بنزودها، حتى في اماكن لما بنكون مغلقه احنا بنزودها بشفاطات او مراوح على قد ما نقدر، على اساس نقلل عمليه الانبعاث الحراري اللي طالع من الحيوان او من فضلاته او من الاكل اللي هو حتى اكله. الحاجة الأهم إن احنا بنزود الرش للحشرات المصة للدماء، لأن فترة ارتفاع درجة الحرارة بتزيد الحشرات المصة للدماء، فبناء عليه بتزيد الأمراض المرتبطة بالعائل الوسيط اللي بينقل الأمراض ديت، فبتزيد أمراض معينة. فبنقول لحضرتك يا ريت تتوجه لأقرب وحدة بيطرية أو إدارة بيطرية. عشان زي إيه مثلا دكتور محمد؟ إيه الأمراض اللي ممكن تنتشر؟ في عندنا امراض يا فندم زي طفيليات الدم اللي هي بتتنقل عن طريق الاوراد والناموس، في امراض زي حمى الثلاث ايام، في امراض ما زي الجلد العقدي، التهاب الجلد الاديمي، دي بعض الامراض اللي بتزيد انتشارها في فصل الصيف، وبنقول حضرتك انها امراض الصيف. عشان كده احنا دايما ناكد على المربي
لازم تسيطر على العائل الوسيط باستخدام الموجات الحشريه اللازمه الامنه التي لا تضر الحيوان ولكن تؤثر على الطفل او العائل الوسيط تاثير مباشر. التحصين ضد الامراض الفيروسيه اللي بتتقال زي قلنا حمى الثلاث ايام الجلد العقدي ومقاومه طفيلات الدم بالادويه المستخدمه اللازمه. وفي الاخر بنقول لهم يعني ايه اهتموا بسرقه الحيوانات جدا لان احنا في احتياج شديد ليها في الفتره اللي جايه. طبعا بكل تاكيد واكيد اهالينا اللي متعودين على تربيه المشايه والناس اللي بتربي مشايه من زمان عارفين كل هذه الامور، لكن دي نصائح مهمه جدا لصغار المربين او الناس اللي لسه داخله في هذا المجال حديثا. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد مصباح الدياسطي رئيس معهد بحوث الصحه الحيوانيه، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا دلوقتي موجز لعام واخر الانباء مع هاله، اتفضلي هاله. شكرا بسنت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد الرئيس السيسي على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة ومنع توسع الصراع والمضي قدما في إنفاذ حل الدولتين. من جانبه أعرب بلينكن عن تقدير بلاده للجهود المصرية على المسارين السياسي والإنساني. يستضيف الأردن اليوم مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، ويعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من الأردن ومصر والأمم المتحدة وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويشارك في المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ويستهدف استدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين وأولويات التعافي. رحبت مصر بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وما تضمنه من تبادل للأسرى والمحتجزين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين بشكل آمن إلى منازلهم، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين. وجددت وزارة الخارجية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو شروط. وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد. وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد في كلمة لها في جلسة مساء أمس التي خصصت للتصويت على مشروع القرار إن بلادها عملت مع مصر وقطر لضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط كافة المتعلقة بالمقترح الحالي، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وأضافت أن الفلسطينيين يدفعون الثمن وأن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة بالتدهور. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مخيم النصيرات، وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى أن 3 شهداء من بينهم طفلان وعدد من الجرحى وصلوا المستشفى إثر قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزل في منطقة الزويدة وسط القطاع. أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية على وقع ارتفاع وتيرة الهجمات المتبادلة مؤخرا. وأوضح حزب الله أن الطائرة المسيرة التي أسقطها من نوع هيرمس 900 وكانت مسلحة بصواريخ بهدف تنفيذ اعتداءات على البلدات الجنوبية، وتعد تلك الطائرة هي 5 من نوعها التي يسقطها حزب الله خلال الأشهر الماضية. كما استهدف حزب الله الأجهزة التجسسية في موقع رويسات العلم والسماقة بتلال كفر شوبا المحتلة.
يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك كلمة أمام الناخبين اليوم من المرتقب أن يعدهم فيها بالأمن المالي ويكشف عن برنامج حزب المحافظين للانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها في 4 يوليو. اكتفى المنتخب الوطني بالتعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما على استاد 24 سبتمبر في الجولة 4 من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. تقدم مامو بالدو لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 من عمر اللقاء قبل أن يتعادل محمد صلاح في الدقيقة 70. بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 20 نقاط في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اباء وامهات كتيره قوي بيبقوا مش عارفين يعملوا ايه او يتصرفوا ازاي لو ابنهم وقع لا قدر الله من فوق السرير او على ترابيزه او كان بيتحرك فاتخبط في راسه او وقع على ظهره. كل دي مواقف يوميه متكرره في حياه كل طفل، لكن في الحقيقه مش كل الحالات دي ينفع تبقى عاديه او نعديها او نسكت عليها، لازم تنقل طفلك للمستشفى علشان تطمن عليه في بعض الحالات يا شاذلي. صحيح، في بعض الحالات مش في كل الحالات. انا وقعت زمان على فكره وانا صغير بس الحمد لله النتيجه زي ما انت شايفه كده. انا مش هتكلم. ربنا ستر الحمد لله. تفاصيل كتير هنعرفها طبعا عن هذا الموضوع من الدكتور حسين البقيع استشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري اللي منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم. اهلا بك يا دكتور. حاله من الرعب كده بتصيب الاباء والامهات اول ما ابنهم يقع ايا كان سنه، يعني سواء كان رضيع او حتى طفل سنه سنتين 3 سنين، حاله من الرعب بتصيب الاباء والامهات، ازاي يتعاملوا في الحالات اللي زي دي؟ اولا انا مبسوط قوي ان حضراتكم استضفتوني معانا النهارده عشان الموضوع ده مهم فعلا. ناس كثيره جدا بتبقى خايفه من ان هو ده يحصل. هو الموضوع مش بالخطوره دي طبعا، لازم ناخد بالنا كويس ولازم نامن الطفل خصوصا في المرحله الاولى من حياته لما بيبتدي هو يكتشف ان هو بيعرف يقعد، بيكتشف ان هو عارف يتقلب وبعد كده يبتدي يحكي. هي الفكره ان ربنا سبحانه وتعالى برضو حمينا، حمي الجهاز العصبي. انا هتكلم بالذات على الجهاز العصبي. حمي الجهاز العصبي ب يعني عظم الجمجمه وبعد كده العمود الفقري اللي حمي النخاع الشوكي والكلام ده. فمحتاجين اصابه يعني قويه علشان نقدر ناثر على الجهاز العصبي. مع الاصابات اللي بتتكرر ومع الخبطات اللي احنا بنقول عليها خبطات سيجنيفيكانت، خبطات جامده، ممكن تعدي جدار الحمايه اللي موجود ده وتاثر فعلا على على المخ او على الحبل الشوكي. فهنا الفكره ان احنا قوه الخبطه هي تفرق قوي. في اعراض كثيره تبتدي نفكر فيها واكيد معظم الناس بقت عارفاها دلوقتي، اللي هي اول حاجه طبعا لو مع الخبطه حصل فقدان للوعي، يعني الطفل يقول او يعني الاهل يلاحظوا ان هو اغمى عليه او حاجه بعد الوعي. اتنين، ممكن لو الطفل بعدها يشتكي من صداع شديد او يشتكي من لاحظ ان هو الطفل بيعاني من قيء متكرر. مش معنى كلامي ان اي طفل وقع ودماغه وجعته او رجع مره او اتنين او تلاته ان هو لازم يبقى فيه مشكله. بس دي علامات تدل ان احنا لازم نروح ناخد ندور على يعني نسعى الرأي طبي يعني زي ما بيقول. طب دكتور، الطفل هو صغير عظم الجمجمه بتاعه بيبقى لسه ضعيف قوي. حقيقي. فهل بتفرق الوقعه من لو كانت على وشه او على ظهره؟ فلو وقع على راسه من ورا مثلا يبقى فيها مشكله اكبر؟ هي قوه الخبط او قوه الوقعه هي اللي بتفرق بيني وبينك. طبعا لو وقع على وشه ممكن يحصل كسر في عظم الجمجمه من قدام، ممكن يحصل كسر في عظم المناخير. وقع من ورا نفس الكلام، هي نفس الحاجه، هي قوه الصدمه هي اللي تفرق، هي دي اللي تفرق قوي. وقع منين؟ وقع من على مسافه قد ايه؟ هي طبعا تامين يعني انا في اطفال خصوصا بلكونات واللي بيطلع والطفل بقى بيكتشف هو في حاجه جديده شايفها ف بعد الشهر طيب للاسف. عطفا على السؤال بتاع بسنت ان الجمجمه بتكون ضعيفه بيكون في كمان فتحه للراس كده، دي حاجه بص هي الناس بتخاف اكتر كمان بسبب فتحه الراس دي. هي الفكره ان عظم الجمجمه بيلحم عباره عظم الجمجمه مش عظمه واحده.
هي عبارة عن مجموعة من العظام اللي بتلحم مع مرور الوقت. فهي في الفترة الأولى من الحياة بتبقى الجزء اللي هو القدام ده وفيه من ورا كمان، بس الجزء من الدم ده اللي بيبقى ظاهر لمعظم الناس دي معناها ان لسه عظم الجمجمه لسه ما لحمش. يعني هو بياخد 6-9 شهور على ما تبتدي تلحم تماما، بس عظمه يعني على قد ما هي حاجه نقطه ضعف زي ما بنقول ما نقطه قوه، لو في لا قدر الله زياده في ضغط المخ من جوه او حاجه بيبقى زي ما بنقول لسه بيبقى فيه براح يعني نقدر نتصرف بسرعه يعني. طب حضرتك اتكلمت عن انه لو حصل وقع وعنده صداع او قيء بعد الوقعه هنا اروح للدكتور، طب اعرف منين بقى ان هو سليم؟ يعني لو في مع ان ممكن يبقى في خدشه او حاجه، بس انا الام مثلا بتبقى دايما خايفه على ابنها، اطمن ازاي بعد الوقعه انه لا انا ابني كده سليم؟ طيب اول حاجه الوقعه مش جامده. يعني مثلا وقع من على كنبه، وقع من ارتفاع مش عالي او حاجه. الحاجه الثانيه بعدها الطفل قام كويس مفيش حاجه، وقام يلعب ويجري ويتنطط، بياكل كويس بيشرب كويس، عارف الام وعارف الناس، يعني مفيش تغير في السلوك. دايما بقول ان الام هي اكتر واحده تقدر تقول انا ابني فيه مشكله او لا. ده مهم قوي. في بعض الاحيان الام انا ابني فيه مشكله، انا لا ده مش كده. طبيا مثلا لو بالفحص الطبي التقليدي هو انا شايفه كويس، هي تقول لي لا انا لازم هنا انا احترم كلامها جدا واخده بعين الاعتبار. الفكرة ان احنا بنحاول على قد ما نقدر نقلل تعرض الطفل للإشعاع. بصي احنا ما فيش اسهل من احنا نروح نعمل اشعات لكل الاطفال ونعمل اشعة مقطعية مرة واثنين وعشرة، بس طبعا ده غلط بكل المعايير. على قد ما نقدر لو ينفع ان احنا ما نعملش اشعة ما نعملهاش، ومش معنى كلامي برضو انها مضرة في حد ذاتها، بس هي الفكرة انك مثلا عملت له فيلم اشعة ما تعملوش التاني لو تستغنى عنه، عملت له اتنين ما تعملوش التالت لو تقدر تستغنى عنه، بس لو مضطرين لا نعمل. لازم نبقى مطمنين ان مفيش حاجه من جوه لا قدر الله بتنزف او حاجه. بصي هي الكسر بتاع العمود الجمجمه او حاجه في المخ بتبان فورا. تلاقي الام عارفه لا في حاجه غلط في ابني. وبيني وبينك برضو كل المستشفيات وكل الاماكن فيها اشعه مقطعيه، يعني ما بقتش زي زمان مثلا مفهوم حكر على اماكن معينه والتكلفه عاليه جدا، لا بقت متناوله جدا يعني. طب هل مثلا لو الطفل وقع نقعد نلاحظه قد ايه مثلا؟ يعني مثلا اقول لك مثلا لاحظه 24 ساعه 48 ساعه. طيب بص في نوع من انواع، يعني بمناسبه ملاحظه 24 ساعه، في نوع من انواع النزيف انا يعني السيناريو اللي بيمشي فيه اوقات كتير ان مش لازم بقى طفل حتى لو واحد بالغ يتخبط خبطه، وبالذات مثلا في الفص الصدغي او حاجه، وبعدين هو يقوم يوم يمشي ويقعد وساعة أو اتنين وتلاقيه حصل دخل في غيبوبة تمام. الفكرة هنا إن حصل مثلا تمزق في أحد الأوعية الدموية الرئيسية بتاعت المخ، ابتدى ينزف، بس النزيف هنا بالراحة جدا نقطة في نقطة في نقطة. تظهر الأعراض لما النزيف يتجمع ويحصل ضغط على المخ، فده بياخد وقت، فتلاقي المريض اتخبط جاله صداع مثلا يعني من الخبطه، هيقولها من الخبطه، وبعدين مفيش حاجه، وبعد ساعتين ثلاثه اربعه مثلا او اقل شويه او اكتر شويه حصل دخل في غيبوبه تامه. فابتدى يحصل ان هو يعني طب ما كان كويس. كان كويس بعد الخبط؟ كان كويس. بس هي الفكره ان هو بيجمع، فعشان كده احسن اول 24 ساعه دايما بنقول حتى الطفل وهو نايم معلش يعني انا عارف ان اللي هقوله تقيل بس صحيح بيزق المخده، انا عارف ما ساد الام ابنها بيزق المخده هنعمل ايه طيب؟ صحيح لا صحيح وتطمن ان هو صحي ويعني لا ما اقصدش اقصد وهو نايم مثلا على السرير بيقع، والاطفال كتيره بتقع من على السرير وامر طبيعي يعني. طول ما احنا ما عايشين هنتخبط مش هنعرف نمنعها خالص. هي الفكره ان احنا بنقلل الاضرار بتاعتها على قد ما بنقدر، وفي نفس الوقت بنتابع المضاعفات اللي بتحصل منها عشان لو في حاجه حصلت نلحق نتصرف. هي دي الموضوع كله، لكن انا مش عارف امنع الوعاية. مين صح مين فينا ما وقعش؟ لو حبسته طب ما هو همنعه من الحياه يعني. طب لا قدر الله بقى الطفل اللي وقع وحصل له مشكله، ايه العلاج اللي انتوا يعني بتتبعوه لطفل وقع على راسه او على ظهره اتاذى العمود الفقري او اعصابه اتاذت؟ لا هو السؤال يعني ده حضرتك عايزاني جراحات المخ والاعصاب كلها نحاول نقلله شويه. حاضر. اول حاجه
هل حصل كسر في الجمجمه ولا لا؟ هل حصل نزيف موجود في المخ ولا لا؟ ادي اول حاجه من فورا كده. لو في كسر في الجمجمه، هل الكسر اللي موجود ضاغط على المخ ولا مش ضاغط على المخ؟ هل النزيف اللي موجود ده حجمه قد ايه؟ هي التاريخ كله او يعني تاريخ جراحه الاعصاب كلها ستاديز اقدر اشوف الكميه اللي موجوده دي من النزيف تضغط على المخ ولا لا؟ وهل هي الكميه وحدد اذا كانت تحتاج تدخل جراحي او لا؟ بالظبط. هل هو محتاج ان انا اشيل الضغط ده من على المخ ولا مش محتاج ان انا اشيل الضغط من على المخ؟ وبعد كده درجه الوعي بتاعته هي المعيار الاساسي. من اهم هي المعيار الاساسي، مش من اهم، المعيار الاساسي درجه وعي الطفل. هو واعي ومستجيب وبتاع، في الغالب هيبقى الامور ماشيه كويس. في تدهور، في غيبوبه. مكان النزيف فين؟ ضاغط على ايه من المخ؟ المخ مش كتله واحده، مش هيبان غير بالاشعه المقطعيه، مش هيبان في الاشعه المقطعيه. وحجم النزيف مش هيبان الا بالاشعه المقطعيه. بيزيد ولا بيقل؟ هو ده يفرق معايا جدا. بالنسبه للعمود الفقري، هل الكسر حصل في الفقره ضغطت على الاعصاب؟ هل حصل مشكله في الضفيره العصبيه بتاعتنا اللي نازله في رجليه او في دراعه؟ اللي اقصده ان هنا يفرق معايا قوي ايه المستوى اللي حصل فيه ضغط على النسيج العصبي، وفين، ومدى الضغط قد ايه، وبقاله قد ايه. والتحرك كمان يا دكتور سريعا هو اللي هيفرق. التحرك يعني طبعا يعني كل أول ما يحصل أسرع، كل ما كان النتيجه المرجوه لانه أحسن. حتى الاب او الام مش هيقدروا يقيموا الحاله. يعني حضرتك قلت حاجات لازم الدكاتره هم اللي يقولوها، لازم يقول مقدار النزيف قد ايه، هل توقف النزيف ولا لسه مستمر، فين بالظبط على المخ. كل هذه التفاصيل مش هيعرفها غير الدكاتره. ولو انا ما اتحركتش سريعا بعد الوقعه، لو لقيت اي علامه من العلامات اللي حضرتك ذكرتها، ده بيأثر بشكل كبير جدا على الطفل. طبعا ممكن يدخلنا بالزبط. في مضاعفات اكبر. بالظبط. الفكره ده او طبعا وجود نزيف او كده ده مرحله ثانيه، ان احنا شخصنا ان في مشكله فعلا، وده خلاص بقى عهده الاطباء تماما. انا اللي انا عايز اقوله ان مش دايما الوقعه اللي هي بتقعها الطفل بتبقى مشكله، بس في الوقت اللي احنا فيه بقت سهل انك تروح لدكتور. من زمان شويه كان الامور صعبه، فسهل انك تروح لدكتور. لازم على الاقل عدي عليه، شوفه، يطمن. هل لو الوقعه جامده مش اتخبط في الرب. طب لو الجمجمه ورمت شويه، دي ده مؤشر لحاجه ولا ده برضو ممكن يكون؟ لا بص، بالنسبه للاطفال الصغيرين طبيعي ان يحصل اللي هي فروه الراس اللي بنقول عليها، يحصل فيها زي تورم. وممكن في بعض الاحيان يحصل فيها تحتها نزيف كده موجود. يحصل نزيف تحت فروه الراس. الفكره ان هو خارج عظم الجمجمه، خارج جدار الحمايه اللي ربنا عامله على المخ. ما بيبقاش فيه مشكله كبيره، وغالبا بيصرف لوحده. خد بالك من كلمه غالبا، يعني قول 98% من الحالات بيصرف لوحده، الامور تبقى كويسه. بس في بعض الاحيان بنحتاج تدخل، الا في الاطفال الصغيرين قوي. في الاطفال الصغيرين قوي نسبه يعني ممكن هنا بتصير قلق اكتر شويه، لان عظم الجمجمه لسه مش قوي. الحاجه الثانيه ان هو ممكن يدخله هو في حد ذاته، فان هو فقد كميه دم كبيره نسبيا بالنسبه للدم اللي موجود في جسمه. فهنا لازم يتاخد في الاعتبار وبنحسب حجمها. طب انتوا ايه النصائح اللي بتدوها للامهات والاباء يا دكتور في الحالات اللي زي دي، او خلينا نقول في الوقايه لو عايزين نعمل ده؟ لانه كتير قوي بنشوف مثلا اطفال 4 سنين او حاجه راكبين سكوتر في الشارع من غير هلمت، من غير او في شويه من الاهمال من الاباء والامهات ان هم سايبين ولادهم يلعبوا العاب خطر شويه، يضربوا بعض. بنشوف ساعات الترندز على تيك توك والكلام ده. انتوا ايه النصائح اللي بتدوها للامهات والاباء عشان يحافظوا على، خلينا اقول، يقوا اولادهم من حاجه زي دي ان هي تحصل اصلا في البدايه؟ اولا ما حدش يقدر يمنع الاطفال ان هم يضربوا بعض، دي حاجه بيلت ان فيهم. هم يضربوا بعض يضربوا بعض. اول حاجه طبعا الشارع اللي هيمشي فيه او المكان اللي هيلعب فيه لازم يكون متامن، ما يبقاش في وسط الطريق وسط العربيات وماشي. في بعض الاحيان بشوف، انا شخصيا بشوف يعني ماشيين سكوتر او بالعجله او ماشيين في السن الصغير، ما بيبقاش لسه عندهم ادراك كامل للمشاكل اللي ممكن تحصل. هنا فكره الرقابه او الرقابه الابويه يعني على الطفل ان هو يمنع ان هو يمشي في الاماكن دي عشان ما يتخبطش او حاجه. الحاجه الثانيه زي ما حضرتك قلتي طبعا يلمس هلمت يعني، ويعرف ان هو لو وقع هيحصل مشكله وممكن يتعور وممكن الاصابه. دي مش هتيجي الا بالتجربه، مهما حاولنا نعلمهم
فنحاول بس نحوط عليهم زي ما بنقول ونعلمه ان ممكن يحصل مشكله كبيره لما تحصل. لازم ناخد بالنا قوي قوي ان الطفل يكون فاهم وعارف ان هو احنا مهما حاولنا مهما كنا كيرنج مش هنعرف 24 ساعه عينينا عليه طول الوقت. اكيد اي ام هتعمل اي حاجه هتقوم تعمل اي حاجه هتقوم تشرب الحمام. الفكره لازم يبقى مع الوقت كده انه فاهم ان هو ممكن يحصل مشكله لو وقع وقعه كبيره. الحاجه الثانيه التامين اللي هو التامين الباسيف اللي بنقول عليه زي الحاجات اللي بتبقى موجوده دلوقتي بيامنوا جنب الترابيزه القطع البلاستيك اللي موجوده البلكونه لازم تتقفل كويس السلالم لازم يبقى لها التامين اللي يحاول نمنع بيه وحدوث الشيء وده يمكن احسن حاجه وده لازم تتعمل يعني ولازم طيب. تبقى اساسيه. طيب دكتور واحنا بنهزر مع اصحابنا كده ممكن يعني نهزر ونقول يعني انت وقع على دماغك وانت صغير؟ هل الوقعه فعلا على اي شخص على دماغه وهو صغير ممكن تاثر عليه في الكبر؟ لا يقول لك طبعا ممكن ممكن طبعا يعني اصل لو وقع على دماغه حصل نوع من انواع مثلا النزيف موجود واثرت على جزء من المخ ممكن تاثر وعايش عمره كله تاثر. لكن في صيغه الهزار حضرتك بتقولها تاثر مثلا على ادراكه يكون مثلا عنده تاخر شويه في الاستجابه مثلا واحنا بنتكلم مع بعض نلاقيه سرحان شويه تاهي شويه كده لو الخطه كبيره واثرت على جزء وحصل نوع من انواع الحمد لله ما اثرتش عليا. لا بس هو ثانيه هو يعني هو يقصد ان مثلا الحد اللي اتخبط ده ما راحش للدكتور ما كانش فيه كارثه يعني اتخبط وخلاص وقام وعاش حياته ولا حصل نزيف ولا حاجه في حاجه اسمها كده اكيد. لا غالبا لا طبعا لا صح دايما بيبقى هو كده يعني ما نظلمش الخبطه. طيب دكتور اعراض امراض الاعصاب بقى عند الاطفال بتبقى ايه؟ طيب اخطر حاجه طبعا او اكتر الحاجات اللي بنشوفها في الفتره الاخيره في السنين الاخيره حاجات اللي هي حدوث عدوى تاثر على الجهاز العصبي ايا كان نوع العدوى اللي حصلت. انا مش بتكلم طبعا هنا كمان على الامراض الوراثيه والحاجات دي حاجات مش في دي. حدوث عدوى تاثر على الجهاز العصبي مثلا طفل يجيله نوع من انواع الالتهاب السحائي الشديد فيحصل مثلا حاجه زي استسقاف المخ ما بعد الالتهاب السحائي التهاب السحائي وعليه الاستسقاف المخ. في الامراض الوراثيه بتاعه الاطفال زي مثلا الناس اللي عندهم ضعف في العضلات او عندهم مشكله في الجهاز العصبي والادراك العصبي او التاخر العقلي. الطفل اللي بيتولد ويحصل له نقص الاكسجين في اثناء الولاده مثلا لاي سبب من الاسباب او حصل له حاجه مثلا التهاب رئوي او حصل له سده رئويه اثناء الولاده او كده ده بيأثر على المخ والاكسجين اللي رايح للمخ فبيحصل مشكله كبيره فعلا بعد كده. الاستسقاء جهاز المخ ده بحب اركز عليه دايما دايما لانه حاجه تريتابل حاجه ينفع نعالجها ونقدر بحاجات باجراءات بسيطه نقدر نخلي الطفل ده طبيعي تماما من غير اي مشاكل خالص من اي نوع. وزياده تراكم السائل المخي نتيجه استسقاء المخ باسبابه المتعدده ممكن يؤدي الى ان يحصل ضغط على المخ وممكن يحصل مثلا ياثر على عينيه ياثر على ادراكه ياثر على وعيه ياثر على حاجات وفي حين ان علاجه سهل ومتاح وينفع يتعمل وتقريبا ما فيش مضاعفات الا مضاعفات بسيطه جدا لكن كثمن بندفعه لا قليل قوي. مفهوم. طيب على كل احنا نخلي بالنا قدر الامكان مش هنقدر نمنع حاجه زي دي لكن هي هتحصل لكن المهم ان هي اول ما تحصل لابنك لو وقع او لقيت عليه بعض الاعراض نتيجه هذه الوقعه لازم على طول تتوجه لطبيب عشان يشوف عشان يفحصه عشان لو في حاجه لا قدر الله نلحقها من البدايه. كل الشكر لحضرتك شرفتنا ونورتنا دكتور حسين البقيه استشاري جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا لك يا دكتور. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقيه فقراتنا خليكم معانا. أهلا بكم في موجز أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. منتخب مصر بقيادة حسام حسن اتعادل 1-1 مع منتخب غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. بالنتيجة دي رفع منتخب مصر رصيده لعشر نقاط في المركز الأول بينما قفز منتخب غينيا بيساو لست نقاط.
منتخب بوركينا فاسو اتعادل مع سيراليون بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم في باماكو عاصمة مالي في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى واللي بتضم منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. بكده منتخب بوركينا فاسو في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وبنفس الرصيد بيتواجد منتخب سيراليون في المركز الرابع ب5 نقاط أيضا. المنتخب الأولمبي اختتم امبارح تدريباته الودية الثانية أمام منتخب كوت ديفوار، واللي هتتلعب النهاردة الساعة 7 مساء باستاد القاهرة في إطار برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. النادي المصري اتعادل مع فريق النصر الليبي بنتيجة 2-2 في المباراة الودية اللي أقيمت بينهم باستاد الكلية الحربية بالقاهرة ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة 26 من الدوري، واللي هتجمعه بفريق الزمالك يوم الاثنين الجاي الساعة 7 مساء على استاد برج العرب. منتخب مصر لسيدات سلاح سيف المبارزة في منافسات الفرق توج بالميدالية الذهبية ببطولة أفريقيا للسلاح واللي بتستضيفها المغرب وهتستمر لغاية 10 يونيو الجاري. أحرز منتخب مصر الذهبية بعد فوزه على منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية بنتيجة 40-21. رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA أعلنت التصنيف الجديد في شهر يونيو الجاري، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال للأسبوع 54 على التوالي ورقم 212 في تاريخه. كمان أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA التصنيف الجديد في شهر يونيو الجاري للسيدات، حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع 41 على التوالي وال 251 في تاريخها. منتخب هولندا فاز على منتخب أيسلندا بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب فينورد في مدينة روتردام في ختام استعدادات الطواحين لبطولة كأس أمم أوروبا يورو 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية، بس تفاصيل أكتر عن ماتش امبارح بين مصر ومنتخب غينيا بيساو أكيد معنا تفاصيل أكتر وتحليل مع شازلي وباسنت. عودة ليكم مرة تانية. شكرا لك هلا، وبكل تأكيد طبعا دلوقتي تحليل لهذه المباراة، مصر مع غينيا بيساو نتيجة 1-1 في الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026. بالنتيجة دي منتخب مصر بيحافظ على صدارة المجموعة ب10 نقاط بفارق 4 نقاط عن الوصيف وهو منتخب غينيا بيساو. قراءة أكتر حول تفاصيل المباراة وطريقة اللعب اللي اعتمد عليها حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، بنرحب بضيفنا محمد خليفة الناقد والمحلل الرياضي. أهلا بيك. أهلا بيك يا بسنت. صباح الخير عليك يا محمد. صباح الخير يا شاسم. منورنا. بنورك يا حبيبي، سعيد أن أنا معاك وسعيد طبعا معنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. يعني شفت إزاي تعادل المنتخب امبارح 1-1 مع غينيا بيساو؟ لو قبل اللقاء لا احنا كنا طمعين في مكسب. ممكن أثناء اللقاء لو بصينا للشوط الأول أداء منتخب مصر كان سلبي جدا، فكنا خايفين من سيناريو الهزيمة، خاصة أن بوركينا فاسو ما كانتش لسه لعبت مع سيراليون، فبدأنا يبقى عندنا مخاوف. الشوط الثاني الشكل اتغير بشكل كبير للأفضل، فبدأنا نرتضي بالتعادل، مش مرضي بنسبة 100%، لكن خلينا نقول أن هو تعادل مقبول على مستوى ان الاداء في الشوط الثاني. لو قسمنا اللقاء ممكن يعني ممكن نشتري الشوط الثاني، لكن اكيد هنبيع الشوط الاول اللي كان منتخب مصر في انجر لعشوائيه كبيره خدنا عليها منتخب غينيا بيساو. الاخبار السعيده جت لمصر ليلا بتعادل بوركينا فاسو مع سيراليون، فبدا الموضوع يبقى موزون. احنا كنا خايفين من السيناريو بتاع ان الفرق بيننا وبين بوركينا فاسو يبقى 3 نقاط ونبتدي بوركينا فاسو تحقق انتصارات ومصر تحقق انتصارات سي، فنروح نلعب مباراة بوركينا فاسو هناك في عندهم، فيبقى اللقاء زي يبقى حاسم. وبوركينا فريق مش قوي لكن فريق معقول، لكن الاحتفاظ بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو اللي انت هتروح تلعبها بيدي طمأنينة، وفي نفس الوقت الحفاظ يعني اقرب فريق لنا في المجموعة غينيا بيساو جاي لك القاهرة. اعتقد اللي شفناه من غينيا بيساو هو فريق سهل ان انت تكسبه جدا في القاهره امبارح، لولا الانجرار المنتخب مصر مع عشوائيه غينيا بيساو في الشوط الاول تحس ان منتخب مصر يعني راح زي ما غينيا بيساو عملوا فريق عشوائي جدا، احنا رحنا لعبنا بعشوائيه كبيره جدا. كابتن حسام كان قدر يوصل في لقاء بوركينا فاسو في الشوط الاول لشكل ما من اشكال السيطره واستحواذ على الكوره وخلق فرص كبير جدا، فقدها في بداية لقاء غينيا بيساو
اللي احنا ممكن ما عملناش اي محاوله على المرمى في الشوط الاول خالص غير محاوله واحده وبره المرمى، فده عدد قليل قوي لان منتخب مصر يحاولوا. كابتن حسام حب يغير الطريقه اللي بدا بيها لقاء بوركينا فاسو لطريقه تانية حاول يستخدم فيها اطراف الملعب بشكل كبير، لكن واجهه بقى ان انت لو حطيت زيزو ناحيه اليمين مع محمد هاني، تريزيجيه كان المفروض يبقى جوه الملعب وصلاح يبقوا واجهه، ايه المشكله باكين الطرفين عنده منتخب مصر بتلعب بطريقه فيها شبه 4-3-3 او 4-4-2، التنوعتين كانوا موجودين في ارض الملعب، في اوقات كثيره كان اعتمادك على اطراف الملعب. مستوى الفردي لمحمد هاني، المستوى الفردي لمحمد حمدي اللي هم ظاهرين الطرف، خلى الموضوع ما يبقاش ان انت بتخلق زياده عدديه على اطراف ملعب غينيا بيساو، لا انت بتخنق لعبتك انت بلاعبين ما بيوصلوش اضافه. يعني مزيزو كان بيبقى ناحيه اليمين وبيطلع له محمد هاني، محمد هاني ما بيعملش اضافه لزيزو، بالعكس كانه بيضايقه في المساحه. محمد حمدي من الناحيه اللي هناك من ناحيه الشمال رغم انه كمل اللقاء بس برضه ما كانش عامل الاضافه، كان مجهد بالظبط، كان باين عليه الاجهاد بشكل كبير جدا. يعني مش الاجهاد قوي قد ما هو مش بالظبط في نهايه الشوط الثاني كان بدا يجهد، بس انا قصدي ما عملش الاضافه. فانت كان كل انت عايز تضرب غينيا بيساو من اطراف الملعب عشان تستفاد ان محمد صلاح جوه الملعب، تريزيجيه جوه الملعب، بس انت خانق اطرافك بلعبتك انت. انت ما بتعمل الاوفرلود ان زيزو يطلع له محمد هاني، لا محمد هاني هنا بياخد الراجل اللي معاه وبيخنق المساحه، ولو اتيحت ان زيزو يتبادل معاه الكرات لا ما بينتجش حاجه في الاخر. جميل، دي مشكله خطه ولا تنفيذ الخطه؟ امكانيات لاعبين، يعني هو في النهايه محمد هاني مش مميز قوي هجوميا عشان تستنى منه الحته دي، ومحمد حمدي كذلك برضو مش مميزين قوي، فكان ينفع ان احنا نختار خطه مناسبه لامكانيات اللاعبين اللي موجودين عندنا. لو انا زي ما في الشوط الثاني انا عايز هاجم من الاطراف، مين اللاعب المميز ان انا يخلق مساحه على الطرف ويعمل عرضيات مميزه وكده؟ زيزو. ففي الحاله اللي زي دي يا اما السبورت اللي انت عايز تعمله لزيزو يكون جاي من باك طرف اوريدي مفتاح لعب عشان زيزو ياخد المساحه اللي جوه شويه ويسيب له هو الخط، يا اما زيزو بقى اللي ياخد الخط واستفاد من ابرز لاعب موجود في الجيل كله محمد صلاح اللي ياخد المساحه اللي جوه الملعب، بدل ما انت كنت خانق زيزو بهاني وفي نفس الوقت ما انتش قادر تخلق مساحه لمحمد صلاح، لا في الشوط الثاني اما يصلح الامور وبقى زيزو هو اللي واخد الخط وصلاح لجوه فبقى بينهم تناغم شويه بدات تدخل. في نفس الوقت لعيب زي امام عاشور لما انت تقدر تستفاد من قدرته في اللعب على وسط الملعب وسيطره على نص الملعب كان افضل، الدنيا اتحسنت بشكل كبير جدا، لان منتخب مصر حاسس له مشكله برضو في خروج مصطفى محمد المهاجم الرئيسي نزول اوفا بعيد عن مصطفى محمد كمستوى فني. ففي الحاله اللي زي ديت بدا منتخب مصر كمان يفتقد المهاجم الاساسي بتاعه اللي بيشغل وبيلنك كمان مع صلاح وهو جاي من وراه وبيلنك مع اللاعبين، اوفا ما كانش قادر يدخل في شبكه التمرينات بتاعه زمايله، تحس انه كان منعزل وفقد ثقه زمايله فيه. في اوقات بقى كمان انت ما بتبقى لعيب جديد شويه على المنتخب وفي نفس الوقت اما تنزل ما في الكوره واثنين وثلاثه بتصرفش بشكل كويس بتلاقي زمايلك الشاذلي فقدوا الثقه فيك، ما بيدور على اختيارات تانية. فبدا اوفا يبقى خارج اللعب تقريبا. ففي الحاله اللي زي دي كان محتاج المنتخب مسانده اكتر بقى من اللاعبين الوسط، اتحققت في الشوط الثاني لما نزل امام عاشور كان بيلنك شويه مع خط النص بشكل افضل كتير. في نفس الوقت زيزو لما مسك الخط عمل عرضيات كتير وشغل كبير وخلى المساحه بتاعه صلاح المفضله اللي هو صلاح بيجي من ناحيه اليمين وبيخش العمق الملعب، شفنا ده في اللقطه العبقريه بتاعه الهدف. فممكن نقول ان زي ما لقاء بوركينا فاسو ما كناش راضيين عن الشوط الثاني مقارنه بالشوط الاول، فلقاء غينيا بيساو العكس، احنا ما كناش راضيين خالص عن الشوط الاول ونجرينا العشوائيه رهيبه. يعني لو عايزين ندي مثال على العشوائيه نبص الهدف في غينيا بيساو، الهدف فيه كميه، هدف كان بسيط جدا في الاول، يعني كان ممكن نلحقه بسرعه، يعني هي كانت كوره ثابته فعلا. انا معاك يا بسنت ان كان ممكن في الحاله دي محمد هاني كان موجود لان هو في كان المساك الاساسي بتاعنا في الكرات الثابته اللي بيجيد الكرات العرضيه كان محمد عبد المنعم، فخرج علشان الكره كانت هي كانت كره ثابته لينا، فطبيعي يزيد لعيب زي منعم مميز في الكرات الراسيه فطبيعي كان يزيد، فالتغطيه بتتم من الباكين كان محمد هاني ومحمد حمدي، عشان كده يمكن شفنا محمد حمدي اللي هو الظهير الايسر موجود في لقطه الهدف ناحيه اليمين عشان هي كانت كره ثابته فكان ارتداد، بس كان ممكن جدا اللعيب بتاع غينيا بيساو وهو متقدم بالكره في البدايه كان لاعب على ثلاثه، كان ممكن المواجهه المبكره. في احيانا اللعيب
اما يبقى الهجمه اكتر من لاعب خارجين بالكوره من الفريق المنافس، فانت كظهير او مساك لعيب في موقع دفاعي تتراجع عشان ما تبيعش نفسك عشان المساحه ما تضربش وراك. انما هاني في الوقت اللي هو فضل يتراجع فيه قدام لعيب غينيا بيساو، لا كان عنده مساحه للضغط لانه كان متغطي كويس، ولعيب غينيا بيساو كان في موقف واحد على ثلاثه، فكان ممكن في الحاله دي نختار المواجهه وزي ما بسنت بتقول ننهي الهجمه من البدايه، لكن احنا فضلنا قررنا التراجع التراجع التراجع، ثم حصلت بقى العشوائيه بتاعه ان لعيب غينيا بيساو لما اشترك مع محمد حمدي طبعا لعيب غينيا بيساو الاقوى والاسرع، فكان الصراع الالتحام كان ليه. تغطيه رامي ربيعه كانت سيئه جدا، يعتبر اهداهم الهدف وكان وشه لجونه وما صرفش بالكره بشكل سليم، فالهدف نتج عن عشوائيه كبيره. تديك ملخص الشوط الاول ان احنا انجرينا للعشوائيه دي وما لعبناش بالطريقه المناسبه لمنتخب مصر اللي بيمتلك مهارات اكتر، بيمتلك لاعبين ذوي جوده اعلى. يعني هو ممكن غينيا بيساو ابرز اثنين لعيبه كانوا موجودين فيها هم وماما بالدي اللي سجل الهدف، لعيب ليون حتى هو مش عامل موسم كويس في ليون، ما بيلعبش اغلب الوقت، هو كان عامل موسم كويس في الليج 1 اللي هو الدوري الدرجه الثانيه ليفل 2 في فرنسا، وبناء عليه اتنقل لليون، بس هو مسيرته مع ليون اغلب الوقت قاعد دكه، شارك بس في ثلاث لقاءات، بس هو يعتبر ابرز نجوم غينيا بيساو. عايز اقول لك ان تاني ابرز لاعب في غينيا بيساو كان في اللقاء كان جيفرسون انكادا اللي هو لعيب الدوري المصري فاركو. يعني مش منتخب مليء بالنجوم ولا مليء باي حاجه، فانت كان عندك عناصر ابرز بكتير، كان ينفع انت اللي تفرض رتمك زي ما احنا فرضنا رتمنا في الشوط الثاني وعملنا محاولات كتير. بنتكلم على عناصر، يمكن طريقه اللعب اللي ابتدى بيها حسام حسن هي 3-3-4 غيرها في الشوط الثاني، نفس الفكره في الماتش اللي فات بدا بطريقه لعب وغيرها في الشوط الثاني، ايه الطريقه الامثل اللي انت شايفها اللي حسام حسن يبدا بيها كل مبارياته ويكمل عليها؟ هو التنوع ما بين 4-3-3 او 4-4-2 او 4-2-3-1، مفيش عموما دلوقتي فريق في العالم بيلعب بطريقه ثابته، بيبقى فيه ساعات لهم اسلوب مرونة. لكن الطريقه بتتغير حسب سير اللقاء وحسب الاوراق اللي معاك وبيتم استخدام. يعني هي مش المشكله ان انت تنوع بين طرق اللعب، هي الفكره كلها ان كابتن حسام محتاج يحدد العناصر اللي هو هيشتغل معاها وتفيد الخطه بتاعته. يعني انا لو لعبت بطريقه ما هحتاج فيها اطراف هجوميه، انا مش لازم بنفس الفرض اللي هو مناسب لطريقه انا مش هعمل اختراقات من الاطراف وهشتغل على العمق، فدي لها افراد. لو انا هشتغل على الاطراف اللي انا هستخدم الاطراف بشكل هجومي كبير يبقى لها افراد تانيين. يعني مثلا لعيب زي عمر كمال لو انا هستخدم طريقه زي ان انا بلعب بثلاثه ثلاثي في خلف ثلاثي يعني في خط الدفاع وهستخدم باكات بتزيد وترفع كرات عرضيه وحاجه زي كده، فانا اكيد في الحاله زي دي اكيد واحد زي محمد هاني مش مميز في رصاصه الكرات العرضيه هفضل عليه لعيب زي زيزو او عمر كمال في الطريقه دي. انما لو انا هلعب بطريقه تانية انا عايز اقفل فيها ملعبي وعايز استخدم عمق الملعب وحاجه زي كده ممكن ادور على محمد هاني. فالمشكله بس انت انا قصدي ان هو لازم يدور على الافراد المناسبين لاسلوب اللعب المناسب عليه. اللي هو لو انا مستهدف المباراه دي طريقه معينه في التسجيل او انا نازل بسيناريو معين في دماغي انا عايز مثلا استخدم صلاح في المساحه دي، مين اللاعب اللي يقدر يعمل سبورت لصلاح لازم استخدمه. المنتخب عنده اوراق متنوعه لازم يستخدمها بالشكل المناسب. في طبعا لاعبين كده كده المفترض اي منتخب بيبقى عنده قوام اساسي فيه 7-8 لاعبين معروفين وثابتين، وفي ورقتين ثلاثه بيتم استخدامهم لما يحب يغير من انا هاجم الخصم ازاي افاجئه ازاي في الحته اللي زي دي. فمحتاجه شويه من كابتن حسام يبقى مركز على اختيار اللاعب المناسب للحاجه اللي هو عايز يطبقها في اللقاء. مش معقول انت باني خطتك كلها ان انا حارسل الكرات العرضيه لمصطفى محمد بشكل مناسب مثلا عشان هو مناسب الكرات العرضيه، او انا لما اخرج مصطفى محمد وانزل قوف عشان مناسب الكرات العرضيه والعب شوط كامل بباكين اطراف مش مميزين في ارسالات الكرات العرضيه. فهي الحته بتاعت طريقه مناسبه، لا ممكن ننوع بين طرق اللعب عادي جدا، ممكن نستخدم اكتر من طريقه لعب، ولكن عليه ان هو دايما يفكر في العنصر اللي لايق مع الطريقه اللي هو هيختارها والاسلوب اللي هو مستهدفه. طيب اوقات كتيره جدا ممكن يلجا المدير الفني الى الشوط من بره، او اننا ندرب اللعيبه كويس قوي على الكرات الثابته، ودي حاجه من الحاجات المهمه بتبقى سيناريو بيتدربوا عليه، بنعرف هنشوط الكره ازاي تتلعب على البعيده زي الجون اللي جه فينا بالظبط من بوركينا فاسو تترد مره تانية للجون. هل كابتن حسام درب اللعيبه على حاجه زي دي؟ رغم ان كابتن من خلال رؤيتك طبعا من خلال رغم رؤيتك ان كابتن حسام مميز في التفاصيل دي وبيلعب عليها يعني في مسيرته التدريبيه، لكن لغايه دلوقتي
لا ما شفناهاش. انا متفق معاك يا شاذلي جدا. امبارح جات لنا عدد كبير من الكرات الثابته، حاولنا في واحده بس نعمل تركه ما وكانت ممكن بس ما اثمرتش شيء. بقيه الكرات الثابته اتلعبت بشكل سيء سواء من الارسال او تمركزات اللاعبين، فعلا ما كانش فيه بلان واضحه لاستخدام الكرات الثابته. رغم برجع اقول لك ان كابتن حسام المفترض بيهتم جدا بالجزئيه دي، احنا بنقول عليه متاثر كابتن بالكابتن محمود الجوهري. صحيح. الهدف الشهير جدا في نهائي 98 في بوركينا فاسو جه من جمله انهاها كابتن طارق مصطفى، فده في الذاكره. كابتن حسام بيحاول في كل تجاربه التدريبيه ان هو يشتغل على الكرات الثابته، كان في مصر مميز جدا، بيلعب الكورنر على القريب ويلعبه على البعيد، يعني كانت الجمل دي عنده يعني هو ما افتقدهاش. لكن الغريب فعلا يا شاذلي ان احنا ما شفناهاش لغايه دلوقتي. شفنا في لقاء بوركينا فاسو كانت محاولتين للعب الشورت كورنر مره واثنين وتتلعب في مساحه ما اثمرتش قوي، بس امبارح ما شفناش اي محاوله، يعني امبارح ما شفناش حاجه غير محاوله واحده كده في كره ثابته بين امام بس ما انتهتش على شيء. نتمنى ان يعني كابتن حسام يعني يستفاد من الكرات الثابته اكتر من كده، لان احنا جات لنا كرات ثابته كتير جدا وفي احيانا ممكن ما بتسجلش من كره ثابته، بس بتعمل مثلا الفيرست تاتش يبقى ليك مره واثنين وثلاثه وانت اللي لمست الكوره وعملت منها خطوره بس ما جاتش، فتقولي انا المباراه الجايه اكيد هشتغل عليها. انما احنا المره دي فعليا في الكرات الثابته لا، يعني محتاجه جزء من ده. وزي ما بنقول يعني هو الكره في العالم دلوقتي بتتطور شويه كتير يعني، فبدا يبقى فيه اهتمام بالتفاصيل بشكل كبير شويه. انا بتمنى ان كابتن حسام الجهاز اللي معاه طبعا ناس كويسه جدا، بس يضاف دايما عناصر. يعني دايما انا عايز اقول لك فريق صن داونز اللي كنا بنشوفه في دوري ابطال افريقيا وفي دوري السوبر ومميز وبيلعب كره جميله جدا، عنده 8 محللين اداء. فانا بتمنى ان منتخب مصر يبقى بتوسع شويه، يعني عندهم ناس بتشتغل مع حراس المرمى على اللعب بالرجل، عندهم ناس بتشتغل على كرات السله. فانا قصدي منتخب مصر في العصر الحديث شويه، يعني ده منتخب مصر المفروض افضل حاجه يتم تدعيم الجهاز الفني، الافراد موجودين بس القسم بتاع تحليل الاداء والشغل التخصصي شويه، كرات الثابته، حراسه المرمى، باللعب برجلين. يبقى ما عنديش مشكله ان كابتن سعفان يبقى مجرد موجود كمدرب حراس مرمى اساسي، بس يبقى معاه ناس تانية بتشتغل على جزئيات تانية، وناس تانية برضه بتشتغل بتعمل سبورت لكابتن حسام وكابتن طارق سليمان. طب انت اتكلمت كده على الناحيه الفنيه، كابتن حسام محتاج ايه بقى عشان يدعم اللعيبه او عشان يشوف احسن من اداء اللعيبه؟ هو كابتن حسام يعني بالنسبه للجزء اللي هو اداره اللاعبين لغايه دلوقتي الدنيا ماشيه كويس، تصريحاته دايما داعمه ليهم، بيعمل سبورت بشكل كويس ليهم. اعتقد ان هو بيحاول يفرض سيطرته على اللاعبين وبيعمل وفي نفس الوقت بيعمل روح مع اللاعبين في الجانب ده، هو ماشي كويس. اللي اعتقد هو محتاج اللاعبين محتاج بقى الجزء الفني، ان دايما اللاعب يحس هو في الملعب ان هو نازل في خطه مناسبه لامكانياته. يعني امبارح شفنا مثلا توظيف لزيزو جيد جدا كباك هجومي، يعني شفناه اشبه بوينج باك. المنتخب كان بيلعب ظهير متحرر جدا، في الحاله زي دي ظهرت امكانيات زيزو افضل كتير من التضارب اللي كان بيبقى بينه وما بتدخله لعمق الملعب. فاعتقد اللاعب بيبقى محتاج من المدير الفني انه يحطه في المكان المناسب والطريقه المناسبه اللي تبين امكانياته. في نقطة كمان أعتقد محتاج كابتن حسام بقى، بس هي ملهاش علاقة باللاعبين شوية، لا علاقة بالجو العام للمنتخب والجو العام مع الإعلام والجو العام مع الجمهور. اللي هو كنترول شوية على تصريحات كابتن حسام حسن، اللي هو مفيش حد في مصر لا يتمنى أن المنتخب ينجح، ده شيء أساسي. النقطة الثانية لو احنا بنتمنى النجاح بنسبة مثلا 95-99% من الناس عايزين منتخب مصر ينجح في العادي يعني، فالاغلبيه كمان تحب تشوف النجاح ده على يد نجم تاريخي للكره المصريه. الناس بتحب كابتن حسام طبعا حسن طبعا. اساسا يعني احنا كنا حابين مثلا منتخب مصر بحسن شحاته، قيمه كبيره في نادي الزمالك وتاريخ كبير. فالناس بتحب تشوف النجم التاريخي اللي حبته المنتخب ينجح على ايديه. فحسام حسن كذلك قيمه كبيره، جماهير الاهلي وجماهير الزمالك وجماهير المصري وجماهير الاتحاد، ده مرتبط بجماهير الكره المصريه بشكل عام. صحيح. فلو في رغبه في النجاح اوريدي موجوده عند الناس، فهي رغبه زايده كمان ان المنتخب ينجح مع حسام حسن. فلو في انتقادات او في قلق او في خوف عند الناس، فهو الخوف الطبيعي اللي هو خاص بمنتخب مصر. مفيش حد يعني مستهدف كابتن حسام او متارجت كابتن حسام، فهو لازم يشيل دي من دماغه ويبقى عارف الناس كلها سبورت ليه، والناس كلها لو في ناس
بتبدي قلق ما على شكل المنتخب على كذا، ده فهو خوف مشروع لمصلحه المنتخب. في الاول وفي الاخر هو ده منتخب مصر، كلنا اكيد عايزينه يفوز واكيد عايزينه يتصدر مجموعته، مش بس كده، مش بس نتاهل، لا كمان نفوز بكاس العالم. ده هو التاهل لكاس العالم يا بسنت ما بقاش ما بقاش حلم. انت في 9 منتخبات من افريقيا بتروح كاس العالم طبعا، وفي لسه فرصه لمنتخب عاشر. يعني فبقى واقع لازم نشتغل عليه يعني ان شاء الله. نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. بنشكرك محمد خليفه الناقد والمحلل الرياضي، شكرا ليك يا فندم. ميرسي جدا ليك يا بسنت، وميرسي جدا يا شاذلي، واستمتعت. شكرا ليك. نشكرك. دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لاهم الاخبار مع هاله. شكرا شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أكد الرئيس السيسي على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة ومنع توسع الصراع والمضي قدما في إنفاذ حل الدولتين. من جانبه أعرب بلينكن عن تقدير بلاده للجهود المصرية على المسارين السياسي والإنساني. يستضيف الأردن اليوم مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في قطاع غزة، ويعقد المؤتمر بتنظيم مشترك من الأردن ومصر والأمم المتحدة وبدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويشارك في المؤتمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ويستهدف استدامة خطوط المساعدات وتهيئة ظروف الإيصال الآمن لها وحماية المدنيين وأولويات التعافي. رحبت مصر بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وما تضمنه من تبادل للأسرى والمحتجزين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وعودة النازحين بشكل آمن إلى منازلهم، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل للأشقاء الفلسطينيين. وجددت وزارة الخارجية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كلا من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو شروط. وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد. وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن الدولي ليندا توماس غرينفيلد في كلمة لها في جلسة مساء أمس والتي خصصت للتصويت على مشروع القرار، إن بلادها عملت مع مصر وقطر لضمان استمرار المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن النقاط كافة والمتعلقة بالمقترح الحالي، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، وأضافت أن الفلسطينيين يدفعون الثمن وأن الأوضاع الإنسانية في غزة آخذة بالتدهور. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وثلاثة جنود وإصابة آخرين من لواء جفعاتي خلال معارك ضارية في رفح الفلسطينية. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، حيث استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف غرب مخيم النصيرات. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى أن 3 شهداء بينهم طفلان وعدد من الجرحى وصلوا المستشفى إثر قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزل في منطقة الزويدة وسط القطاع. صدقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية على استمرار تشريع يمدد إعفاء اليهود المتدينين الحريديم من التجنيد الإلزامي في الجيش الإسرائيلي، وهو تشريع عارضه وزير الدفاع يواف جالانت المنتمي لحزب الليكود والذي يرأسه بنيامين نتنياهو وصوت ضده. وجرى تمرير مشروع القانون بأغلبية 63 عضوا بالكنيسة مقابل 57 صوتا معارضا. كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت قانونا شرع في عام 2015 ويقضي بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي أبلغ الحكومة بأن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى 15 كتيبة للقيام بالمهام المطلوبة.
يلقي رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك كلمة أمام الناخبين اليوم من المرتقب أن يعدهم فيها بالأمن المالي، ويكشف عن برنامج حزب المحافظين للانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها في 4 يوليو. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن خطاب سوناك سيشير إلى خطة لتحقيق الأمن المالي للفرنسيين. وكانت الحملة الانتخابية لزعيم المحافظين صعبة في الأيام الأخيرة، ومنذ بداية الحملة وعد المحافظون بتخفيضات ضريبية إضافية، واتهموا المعارضة العمالية بقيادة كير ستارمر بالرغبة في زيادة العبء الضريبي على الأسر. اكتفى المنتخب الوطني بالتعادل مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما على استاد 24 من سبتمبر في الجولة 4 من التصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس العالم 2026. تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح في الدقيقة 70. وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط. انتهى موجز 9، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم. احنا عندنا مشكلة في التعليم، والمشكلة دي ما هياش جديدة. ايه هي المشكلة دي؟ هي الدروس الخصوصية. للأسف كتير من الأباء والأمهات دايما بياخدوا أولادهم يودوهم للدروس الخصوصية دي، طبعا ثقافة بالمناسبة، وزي ما بقول لحضراتكم الموضوع قديم ما هوش جديد. بيودوهم للدروس الخصوصية عشان يقولوا إيه؟ كثافة الفصول، والولاد ما بتفهمش عشان في كثافة في الفصول. طيب إحنا على الجانب ده الدولة شغالة على تطوير هذا الأمر، في التوسع في إنشاء فصول جديدة وإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب الكثافة اللي موجودة، لكن بنوديهم السناتر زي ما بيقولوا باسمها السناتر، المراكز بتاع الدروس الخصوصية، بنوديهم في اعداد اكبر بكتير بالزبط من اعداد الفصول، وبندفع كمان فلوس. طب المشكله فين دلوقتي؟ في ثقافه ولي الامر انه يودي ولاده للدرس. عشان كده بقى تطوير التعليم اعتمد بشكل اساسي على التكنولوجيا والمنصات التعليميه الالكترونيه اللي بتوفر للطالب شرح كافي للمناهج بشكل سلس وسهل، وفي نفس الوقت بتخفف الاعباء عن الاسر من خلال القضاء على الدروس الخصوصيه. زي ما انت قلت يا شاذلي، الدروس دي بقت سناتر دلوقتي، بقى في اعداد مهوله من الطلاب بتحضر هذه الدروس. فالنهارده من خلال منصه تعليميه او شاشه تلفزيون تقدر انك تدخل تشوف الجدول ايه اللي معروض عليه، وتشوف الماده اللي انت عايز تحضرها ايه بطريقه سلسه وبسيطه بتبقى مشروحه. خلونا نشوف مع بعض ايه اهم المنصات اللي بتقدمها وزاره التعليم للطلاب. الدولة المصرية حرصت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنفيذ خطة دقيقة لإدخال التكنولوجيا في التعليم في إطار جهود تطوير نظام التعليم في مصر. وبفضل اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهاته بضرورة إدخال التكنولوجيا في التعليم، نجحت وزارة التربية والتعليم خلال السنوات الأخيرة في التوسع في البيئة التكنولوجية في المدارس. أيضاً نجحت في تجهيز البنية التكنولوجية ل 2474 مدرسة لمدارس الثانوي العام الجديدة، ونجحت في إطلاق عدد من المنصات التعليمية الإلكترونية عبر الإنترنت. ووفرت الوزارة كل مصادر التعليم اللي بتساعد الطلاب في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. أيضاً بيتم تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، وبتتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم عميق للمناهج. دلوقتي هنروح مع حضراتكم لزميلنا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من مدينة العريش علشان نتابع معاه تطورات وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا بسنت، صباح الخير عليك يا شاذلي، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. لازلنا بنتابع معاكم الجهود المصرية المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة، اللي الحقيقة لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. مصر لازالت تواصل جهودها سواء كانت الإنسانية أو حتى السياسية والدبلوماسية لتخفيف المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، والوصول كمان
وقف اطلاق النار. خلينا نتكلم في الجزء الاول اللي دايما يعني مهتمين بيه واللي الحقيقه مصر بتبذل فيه مجهود كبير جدا، وهو الخاص بالمساعدات الانسانيه. تقريبا محافظه شمال سيناء بدايه من العريش مرورا بالشيخ زويد ووصولا الى رفح ومعبر رفح البري، كل الطرق في محافظة شمال سيناء دلوقتي بقت ممتلئة ونقدر نقول مزدحمة بالشاحنات المصطفة على جوانب الطريق، ولذلك في بعض الشاحنات موجودة في الساحة الخارجية لمعبر رفح البري بخلاف الشاحنات اللي بتكون موجودة أمام المعبر تمهيدا لدخولها، وكمان الشاحنات اللي موجودة هنا في مدينة العريش في مخزن الهلال الأحمر الاستراتيجي وبالقرب كمان من مطار العريش. فبالتالي في آلاف الشاحنات اللي موجودة وبتجهزها مصر يوميا لدخولها لقطاع غزة. فيما يتعلق بحركة الشاحنات، يعني تقريبا بقالنا 3 أيام بنتابع وتيرة زيادة المساعدات، وده طبعا بيعود إلى الجهود المصرية في الضغط وفي الوساطة في الوصول لأكبر عدد ممكن من المساعدات الإنسانية. وكنا تكلمنا مع حضراتكم قبل كده أن الوساطة المصرية أكدت في الاجتماع الثلاثي في القاهرة ما بينها وما بين أمريكا وإسرائيل بأنه لابد من دخول ما لا يقل عن 350 شاحنة يوميا لقطاع غزة. مصر بتجهز أكبر من العدد ده بكتير، لكن القوات الإسرائيلية في منفذ كرم أبو سالم هي طبعا بسبب إجراءات التدقيق والمراجعة وبسبب إجراءات التعنت إن هي ممكن ترفض بعض الشاحنات. إحنا مبارح كنا بنتكلم على 171 شاحنة دخلوا بالفعل إلى منفذ كرم أبو سالم بها العديد من أطنان المساعدات. النهاردة حتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها حضراتكم بنتكلم من 70 إلى 80 شاحنة دخلوا لحد دلوقتي، لكن لسه في شاحنات تانية بيتم دخولها. يعني على ظهر اليوم بيكون الرقم النهائي، وممكن كمان على آخر اليوم بيتم تجهيز عدد آخر من الشاحنات. فيما يتعلق بشاحنات الوقود، إحنا النهاردة لحد دلوقتي أيضا دخل 4 شاحنات للسولار. في عدد كبير من شاحنات الوقود مصطف خارج معبر رفح البري، ويمكن امبارح كنا التقينا ببعض سائقي هذه الشاحنات وكانوا بيتكلموا على فكرة طبعا التعنت الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم في فكرة دخول شاحنات الوقود. احنا يوميا بيصطف أمام معبر رفح أكتر من 10 شاحنات وقود ما بين سولر وما بين بنزين، لكن الفكرة أيضا في منفذ كرم أبو سالم في تقبله أو رفضه لشاحنات الوقود. امبارح كمان سائقي الشاحنات كانوا بيتكلموا في حاجة مهمة جدا، وهو الفرق الكبير ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح من الجانب المصري. شاحنات الوقود لما كانت بتدخل من الجانب المصري من معبر رفح ما كانتش بتاخد وقت خالص، وكانت يعني بتستغرق ساعة أو ساعتين وصولا للجانب الآخر في الجانب الفلسطيني، وكمان كان يوميا بيدخل شاحنات وقود 8 شاحنات وقود. لكن دلوقتي ما فيش شاحنات وقود بالقدر الكافي اللي تلبي الاحتياجات داخل قطاع غزة، خاصة أن الصحة الفلسطينية أعلنت أن مش بس المولدات الكهربائية اللي خرجت عن الخدمة، لكن كمان محطة الأكسجين اللي موجودة في قطاع غزة هتخرج عن الخدمة خلال الساعات القادمة بسبب نقص الوقود. طب ده هيأثر على إيه؟ هيأثر أن الأدوية هتتلف طبعا من التلاجات، وهيكون بالطبع الخدمة الصحية هتقل تماما لأنها أصلا يعني موجودة بقلة في المستشفيات، ولا تؤدي المستشفيات بكامل طاقتها وعملها بسبب خروج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة وبسبب نقص الوقود. فبالتالي مصر لا تدخر جهدا في تجهيز كل هذه المساعدات. احنا بنتكلم النهاردة وصلنا في خلال يعني 20 يوم تقريبا اكتر من 1700 شاحنة دخلوا بالفعل الى منفذ كرم ابو سالم. كل هذه الشاحنات مصرية، كل التجهيزات اللي بتتم مصرية. 85% او 90% من المساعدات هي مساعدات مصرية. ده فيما يتعلق بالجانب الإنساني. فيما يتعلق بالجانب الميداني طبعا، يعني امبارح كان في بعض القصف على مدينة رفح الفلسطينية، وكان في إطلاق بعض الصواريخ من الطائرات الإسرائيلية اللي بتحلق في سماء مدينة رفح الفلسطينية، فبالتالي كان يعني هناك بعض المجازر التي ارتكبت. وفي هذا الشأن طبعا الصحة الفلسطينية أعلنت أنه خلال 24 ساعة الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر خلفت ما يقرب من 40 شهيد و
218 مصاب وجريح. وطبعا كل اعمال القصف اللي مستمره في مدينه رفح الفلسطينيه وفي قطاع غزه بتلقي بظلالها على الكوارث الانسانيه ومدى تفاقم الازمه الانسانيه داخل قطاع غزه، فبالتالي الحاجه الى مزيد من المساعدات يكون بحاجه كبيره لاهالي قطاع غزه. اخيرا الجهود الدبلوماسيه والانسانيه، النهارده هيكون في مؤتمر الاستجابه الانسانيه في الاردن، وهو بتنظيم مشترك ودعم مشترك ما بين مصر والاردن والامين العام للامم المتحده، فبالتالي هذا يكثف او يدل على الرساله المصريه القويه وسعيها في كل المسارات للوصول الى وقف اطلاق نار كامل داخل قطاع غزه. دي الصوره امام من مدينه العريش والخاصه بالمساعدات امام معبر رفح البري. برجع لكم في الاستوديو مره ثانيه بسنت وشازلي. كل الشكر لك محمود على كل هذه المعلومات، محمود جميل من مدينه العريش، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل اخر فقره، خليكم متابعينا. اوقات كتيره واحنا بنتابع السوشيال ميديا بنلاقي في بعض الصفحات كده اصحابها بيتعمدوا ان هم يتظاهروا بالثروه بتاعتهم، يتصوروا بقى جوه طيارات خاصه، يركبوا عربيات غاليه، لبس غالي، يستعرضوا عربياتهم الموجوده في الفيلا. دي ظاهره منتشره للاسف على مستوى العالم كله، مش موجوده عندنا بس في مصر بالظبط. يعني دي مشكله كده نفسيه بقينا طفحت علينا يعني من السوشيال ميديا. شفت الراجل بيوزع دولارات على طول ده؟ نفسي قبله اتفرج انا على فيديوهاته. لا بس هو بجد ابتدى دلوقتي ايه يبقى فيه، كل ما تفتح السوشيال ميديا البنات قاعده بشنط كده، الولاد بتصوروا هي سايقه عربيه معينه، نبين الذهب بتاعنا عامل ازاي، حياه كده كلها غريبه عننا احنا اصلا كمجتمع وكدين وكاصولنا. زمان كانوا يقولوا لنا لا ما تعملوش كده، يعني ده مش صح انك تتباهى قوي بالنعمه دي، مش حاجه كويسه. الشخصيات دي يعني بتخلينا كده نبص على السوشيال ميديا غصب عننا بنتاثر، غصب عننا بنكتئب، كلنا يعني بالتبعية هنقارن بعض بنفسنا بغيرنا، ازاي انا ما عنديش ده، ازاي هو عايش الحياة دي وده مبسوط على طول، ده ما فيش اي حاجة بتضايقه. خلونا نفتح الموضوع ده للمناقشة ونسأل ايه الدافع النفسي والاجتماعي اللي يخلي الشخصيات دي تتباهى بثرواتها وممتلكاتها على السوشيال ميديا. تحليل وافي جدا هنستعرضه دلوقتي مع ضيفتنا او الضيفتين المنورين النهاردة في صباح الخير يا مصر، الدكتورة مها سليمان الباحث في علم الاجتماع والدكتورة ريهام حسن استشاري الصحه النفسيه. اهلا بيكم منورنا. صباح الخير عليكم. صباح السعاده. منورنا. صباح الفل عليكم. يعني في البدايه يا دكتور ريهام عايزين نعرف ايه هو المفهوم العلمي لو قلنا يعني لمصطلح التباهي بالثروات وان انا اتباهى كده بممتلكاتي، ومن واقع دراسته في الصحه النفسيه ايه اسبابه او ده بيسمى ايه؟ كمصطلح علمي الاستعراضيه الشوي والمبالغة في التباهي ده بيكون عرض عندنا في اضطراب الهستيريا. يعني الهستيريا هستيريا هو هي في مجموعة اسمها يعني في مجموعة من اضطرابات الشخصية اسمها مجموعة المسرحية اسمها كده، فيها الحدية وفيها الهستيريا وفيها النرجسية. بس التوب اللي هي العرض الأساسي في الاستعراضية والتباهي والمبالغة هي في الهستيريا، فده بيكون يعني ده اضطراب في يعني اضطراب هستيري. دكتورة مها، ده ممكن يكون تأثيره ايه على المجتمع؟ هو ليه تأثير قوي جدا، يمكن انا حابه شويه عشان هي ظاهره اجتماعيه بالنسبه لي كباحث علم اجتماع سياسي وعلم الاجتماع بشكل خاص، انه في الحقيقه الامر ده بيؤدي الى زياده الفجوه ما بين الاثرياء وما بين طبعا الفقراء. ويمكن انا بقى حابه اشيد بدوله الصين، أقرت وأسندت أنه عدم يعني حذف كتير جدا من الحسابات اللي بتنشر الثراء وبتنشر أن هي بتتباهى بممتلكاتها. فده ليه؟ لأنك علشان خاطر يحد من الفجوة ما بين الأثرياء وما بين الفقراء. طيب أنا عايزة أروح لتقرير تاني، تقرير ويل ستارز الأمريكية عملت تقرير عن السوشيال ميديا وتأثيرها على التباهي، فوجدنا ان الانستغرام طبعا عدد كبير جدا موجود فيه، 60% من الحسابات الموجوده على الانستغرام بيخرج وهو عنده حاله من الضيق. ليه؟ لان هو داخل على الانستغرام في الحقيقه هو راجل يعني مضغوط في شغله، احنا في حياتنا اليوميه من الطبيعي طلعنا عينه يعني في اليوم بشكل عام ده طبيعي ان احنا مضغوطين، وطبيعي ان الحياه فعلا كلها ضغوطات وامور صعبه، هو بيدخل بيلاقي حياه تانيه.
بيلاقي ناس بتتباهى باموالها وبتتباهى بالجانب الايجابي. مفيش حد عنده جانب مشرق ومفيش حد عنده جانب مظلم طول الوقت. احنا بنبين جزء بس من حياتنا. فده بيؤدي ان 60% بيخرجوا عندهم حاله من الضيق، وده طبعا بيؤثر جدا على الحاله النفسيه وبيؤثر اكيد على الانتاجيه كمان. دكتور، يعني بقينا نشوف دلوقتي ناس كتيره قوي بنتصور في الطياره الخاصه، حاجات غريبه يعني، فاهمه اللي هو ايه يعني، ممكن تكون كانت موجوده زمان لكن ما كانش في حد بيستعرضها، لكن النهارده ده العادي. انا يعني بقى في شركات كده على طول بتعرض يعني اوفرز على الانفلونسرز ويركبوا بقى الطياره الخاصه بالشنطه المعينه. خلينا لو قلنا الجغرافيا الاجتماعيه بتاعت الناس دي، نشأوا في شكل اجتماعي عامل ازاي، خلاهم لما اتيحت لهم الفرصه ابتدوا ان هم يوروا الناس يلا بصوا تعالوا انا عندي ايه، انا بعمل التباهي ايه. التباهي المبالغه فيها. يعني هو ده تباهي وده المبالغه في التباهي. الباك جراوند بقى جاي منين؟ دي عقد نقص، يعني دي حقيقي بتكون عقد نقص، في شعور بالعجز، في احساس بانعدام الكفاءه. يعني هي بتتقال على طول يعني كتحليل للسلوكيات الغريبة الشاذة دي بالنسبة لنا كمجتمع على فكرة. إن هي بتبقى كده، بيبقى في عقدة نقص، في إحساس بالعجز، في شعور بعدم الكفاءة. فهي بتبقى مشكلات من وهم صغيرين على فكرة، ومشكلات في المعاملة الوالدية وسوء التربية وحاجات كتيرة جدا بتخليهم بعد كده عايزين الاهتمام. هم بيعملوا كده ليه؟ يعني هم بيعملوا كده ليه؟ ايه الدافع لده؟ الدافع لده ان حضرتك تهتمي بيا، حضرتك تبص لي، يعني ان الناس كلها او جمع الناس اللي هيشوفوني يهتموا بيا واجذب انظارهم. مين اكتر ناس ممكن تتاثر بحاجات زي دي يا دكتور مها؟ كنت متوقعه السؤال ده. طيب. ليه بقى؟ لان هي يعني سيادتها لما كانت بتتفضل وبتتكلم في نقطه معينه، هو مين اصلا اللي بينشر ده؟ بيبقى عنده مشكله نفسيه، وفعلا دي حقيقه، بيبقى عنده مشكله نفسيه في حته فكره ان هو حاسس بجوع الشوفان. مظبوط. هو ما اتشافش وهو صغير، صح؟ فدي تاثير تربيه، فيتشاف ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا. فاكتر ناس بتعمل كده الناس نوعين. نوع من الناس بيعمل ده علشان غرض مادي، الريتش والترند واللي بيحصل على السوشيال ميديا علشان يكتسب ان هو يبقى جزء مادي، والجزء الثاني هو عنده مشكله نفسيه، مشكله نفسيه ان هو ما عندوش شوفان فعايز يتشاف. كان في تقرير، احب التقارير، انه يعني اول ما ابتدوا يعملوا لايك في 2004 وما الفيسبوك، طلع انه دي عباره عن علامه وهميه بتدي حاله نفسيه كده من اللي هو انا متشاف، الاستعراضيه. فاللايك هو عباره عن شيء وهمي وليس حقيقي. يعني مش معنى ان حضرتك عندك ريتش عالي على الفيسبوك او عندك كتير قوي من الفولورز ان انت بقى بطل انك تطور نفسك، انا كده خلاص انا لكن ستفاعي. ممكن تشبع رغبات بعض المرضى النفسيين. بالظبط. يعني انا بحط صوره مثلا مستني مجموعه من اللايكات ومستني شير ومستني اشاده من الناس، ده احتياج نفسي عنده. وعنده مشكله نفسيه. في حاجتين بقى كويس ان حضرتك تفضلت وقلت النقطه دي. في فرق كبير جدا ما بين انه انا اعرض الشيء ده علشان خاطر اوثق الحدث، وان انا حابب ان دي تبقى ذكرى لطيفه وجميله، وان شيء تاني ان انا فعليا انا مش هقدر ابقى سعيد غير بدي. فاولا هتخليني ان انا اتخلى عن الاحساس الحلو بتاع اللحظه، وتخليني في نفس الوقت برضو ان هي تدخل في الجانب النفسي اللي هو جانب الاستعراضي اللي هو الشوي اكتر اللي الدكتوره قالت عنه. طيب احنا كاميرا صباح الخير نزلت الشارع وسالت الناس بقى في الشارع عن رايهم بالموضوع ده بالتحديد، تباهي الاشخاص بثرواتهم على السوشيال ميديا. خلونا نشوف الناس قالت ايه. ده اساسا غلط، بيخلق يعني حاجات جوه نفس البني ادم مش كويسه، حاجه للاسف بتضر المجتمع جدا، لان انت عندك انت طبقات مختلفه في المجتمع، فلازم تراعي نفوس الناس اللي هي اقل منك، اللي هي الفقراء شويه، الكلام ده كله. ليه نعمل نفسنا في المجتمع، وليه نعمل يبقى في عدم رضا في المجتمع؟ ما ده يعني حاجه هتضر بينا كلنا. والله هو صراحه ده جزء من التكبر، مع انه هو ده شغلهم. ايوه، بس هو ده تكبر، وغير كده يعني في عين الناس يعني تختلف من شخص لشخص حسب الطريقه. يعني مرات بتكون حاجه كويسه يعني عشان الواحد بيبين النعمه فيه، بس في ناس بيسووها بزياده ودي حاجه مش كويسه. والله هو شيء جديد وشيء حلو ان احنا نغير منهم ونعمل زيهم. ممكن في ثانيه تروح مني، يعني انا ما تونسش بحاجه، ما
هي ممكن في ثانيه العربيات الفيلا ايا كان اي حاجه انا شارياها ممكن في ثانيه تضيع مني، يعني ربنا قادر على كل شيء. افرض مثلا يعني اللي كان الغلبان اللي كان قاعد ده مثلا يا عم ربنا كرمها عليه يا عم وشاف مثلا الفيديو ده، احساسه هيبقى ايه من ناحيتك؟ دي حريه شخصيه، كل واحد ليه حر انه يعمل اي حاجه، بس على الجانب الاخر انا شايف ان في بعض الناس ممكن تتضايق من الموضوع ده اللي هو ليه انا مش عندي دي. طبعا اجابات متنوعه، واخر اجابه يمكن اللي لفت نظري قوي، كل واحد حر لكن في نفس الوقت انت بتاثر على المجتمع، الناس هتقعد تتضايق، بتقتل حاله الرضا زي ما بنقول، يعني ممكن حد يكون على قد حاله ودي حياته وراضي بحياته كما هي، لكن يبتدي يدخل بقى على السوشيال ميديا ويشوف الناس اللي بتوزع دولارات والناس اللي بتقف تستعرض عربياتها والناس اللي في طيارات خاصه والذهب والحاجات اللي هي الماركات العالميه، فيبتدي يبص ويبقى ناقم على حياته، فقتلت الرضا عنه للاسف. ده التصرف اللي شفناه. انا بس اخد تعليق حضرتك يا دكتور ايهام على راي الناس في الموضوع ده. هو فعلا المشكله في التاثير على الناس في الكلام ده بيكون مجمله في عدم الرضا واحساس الغضب، واحيانا في الشباب احساس التمرد على الاهل، انتوا ليه مش عاملين لي، ليه مش بتجيبوا لي، ليه مش عارف ايه، فالموضوع كله بيتلخص فعلا هم يكونوا عاملين اللي عليهم بالمناسبه طبعا. لا ما هو هي الفكره ان اصبح الطموح واحلام الشباب دلوقتي في موضوع السوشيال ميديا والموضوع المهم اللي بتطرحوه دلوقتي ان الطموح بقى عالي جدا واعلى من الامكانيات بكتير، وده من احد اسباب الاحباط، يعني ده بيبقى من اسباب الرئيسيه للاحباط، والاحباط بيولد عدوان، والعدوان هنا بيكون في تشويه صورة الآخر، في إثارة فتن، في التوقيع بين الناس، في كلام كتير جدا. فهي هنا يعني يعني المنطقة الأولى في فكرة عدم الرضا والإحساس بالعجز وإن أنا مش قادر والتمرد على الأهل، ويعني الموضوع ما بيبقاش كويس ولا إيجابي. يعني دكتورة مها بقى، هل النهاردة الأشخاص اللي هم المؤثرين خلينا أقول اللي بيعملوا ده بسبب ده شغلهم، يعني خلاص دي بقت شغلانة النهاردة بياخدوا عليها فلوس، البراند الفلانية بعتت لهم يعني منتج عشان يستعرضوه سواء بقى في طيارة خاصة في فندق معين أيا كان وبياخدوا عليها فلوس، هل النهاردة كمان الاستعراض مع انه ده شغل ده كمان غلط ولا نقدر ندي لده مبرر؟ لا انا اقدر ادي ده المبرر، او حابه ان انا طبعا القي الضوء ان هي ظاهره اجتماعيه، وانه طالما هناك ظاهره اجتماعيه اذا هناك ما يدعم هذه الظاهره لتنتشر وتستمر بهذا الطريق بهذه الطريقه. 2022 احنا صدرنا 6 مليار ب 6 مليار موبايلات. ده رقم. طيب هو احنا هينفع نصدر بالرقم ده غير انه في نيدز او في احتياج لده؟ هي الفكره كلها ان احنا بقى اتجاهاتنا شويه استهلاكيه اكتر ما هي انتاجيه. استوردنا استوردنا 6 مليار والرقم ده انا لسه مطلع عليه يعني في المركز التعبئه والاحصاء، فيعني احنا بنتكلم في رقم كبير. اذا ما هناك ما يدعم هذا الرقم، اذا ان اتجاه العام او الفايبس العامه بتشير ان احنا طول الوقت احنا في حاله استهلاكيه كبيره، وده مش جديد علينا احنا من سنين، بس بدات ان هي تزيد. وبالنسبه للانفلونسرز بقى وبالنسبه للبلوجرز احنا ملاحظين ده بشكل كبير، ان ده في نفس الوقت ده مجال شغلهم، لكن الفكره ان في طريقه عرضها هل هي فعلا مقصوده؟ عشان عايزين نميز بين حاجه، ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا قال ايه؟ واما بنعمه ربك فحدث، حدث ونشكر، نشكر الله على هذه النعمه، لكن ما نصورش مائدات طعام في رمضان، من احنا داخلين كل عام وانتم بألف خير داخلين على العيد الاضحى، ما يبقاش ان احنا نتباهى بان ده يعني هذه القدسيه لهذا هذه الشعائر الدينيه ان هي تبقى تباهي وتفاخر لناس حقيقي حقيقي يعني مستويات محدوده الدخل. انا مش عايز اقصر بالمحدودين الدخل، انا هنشر ده بس بجانب ده بطريقه معينه. احنا ناس ما
مثقفين واعيين. وهدف الحلقه النهارده والفقره النهارده هي توعيه، احنا بنرفع الوعي. احنا اكيد مش من الحلقه دي ان احنا اللي هيتفرج عليها فجاه ان هو مش هيدخل على السوشيال ميديا ومش هيقدر ان هو يتباهى ويتفاخر يعني، لكن هي فكره وعي. انت ادخل بس خد راعي الناس، وانت كمان كمتابع ادخل وانت فاهم ان دي مش حياتهم يعني، خد اللي انت ما يناسبك. انا دايما اقول كده، هو حضرتك دلوقتي تدرك شخصيتك، فانا باخد اللي بيناسبني وبسيب اللي ما بيناسبنيش. يعني اعمل انفولو رايك وايه المشكله؟ وايه المشكله؟ دي حاجه هتسبب لك ضغط، دي حاجه بتبقى من عوامل الضغط، ايه المشكله ان انا اعمل انفولو؟ خلاص. هي الفكره في حاجه بقى، انا اعالج نفسي الاول نفسيا، ان انا امنع فكره المقارنه. المقارنة حقيقي إهانة لنفس البشرية. أنا لما أجي، لأن إحنا كل واحد عنده شابتر، يعني دكتور ريهام الشابتر بتاعها في الشابتر الأخير، أنا لسه في الشابتر الأول من حياتي، أقارن حياتي بحياتها ليه؟ ما أنا أبقى عارف إن في كواليس مثلاً. أنا أعرف إن هي وصلت لده إن في كواليس، وأعرف إن كل واحد حياته فيها فيها أبس وداونز، يعني فيها إنه 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 اللي أنت مريتي بيه غير اللي أنا مريت بيه. إذن أنا أبص في ورقتي، إذن أنا أطور من نفسي، إذن أنا أعمل ديتوكس أو أطهر الوقت اللي بقعد على السوشيال ميديا. احنا بنقعد كام في ساعه في اليوم؟ تقرير عملته ويل ستارز امريكيه برضو، بس عن طريق وي ار سوشيال، دي مجله قالت ان احنا حقيقه في مطلع 2024 السنه دي في يناير كان كام ساعه يا دكتور؟ 7 ساعات و25 دقيقه يوميا. ده رقم كبير كمان، رقم كبير. بس هي انا عايزه اقول حاجه، هي المقارنه بتيجي من التربية. فكرة علشان أجيب حد بالغ دلوقتي واجي أقول له ما قارنش نفسك، الموضوع صعب. في بناء نفسي جوانا، جوا كل واحد فينا في بناء نفسي، هو خلاص شخصيته اتبنت فهو خد الاتجاه ده. فهو فكرة إن أنا أقارن نفسي بحد دي، ده موضوع فعلا يا دكتورة، وموضوع يعني ممكن يكون الأب والأم هم اللي عملوه من الأول، إن هم كانوا بيقارنوا ما بينه بيقارنوا ما بينه وما بين قرايبه في كل حياته. سوء تربية. هو طلع كده، هو كمان بيحب يقارن. هي فعلا سوء تربية. وحضرتك لما يبقى الشاب عنده 22 سنة أو الشاب عندها 22 سنة وتبقى هي لسه مش مدركة حالها، مش عارفة هي مين، مش عارفة عايزة إيه، إيه أهدافها. هو أنا كده أبص للسنين اللي فاتت في حياتها مع أسرتها، هم راعوا ما ربوش، لأن التربية هي بناء الشخصية. صحيح. ده أساسها. يعني أنت تقدري تقولي دلوقتي أن اللي بتصرف التصرفات دي بتقدري تقولي عليه مريض نفسي عايز يتعالج؟ اللي هو اللي بيتباهى. اللي بيتباهى؟ طبعا. لا طبعا، ده فيها كده طبعا. ده طيب إيه رأي حضرتك في الشخص اللي بيتباهى بحاجة غيره؟ في بعض الناس ممكن تقف قدام عربية فخمة مثلا ويستأذن صاحبها في انه يتصور بيها عشان يحطها برضو على السوشيال ميديا عشان يشارك بقية الأصدقاء، يا إما يتعالى على أصدقائه اللي معاه، يا إما يشارك الناس اللي هي الطبقة العليا يعني في الصور ان هي تكون بنفس الشكل ده. ده اسمها انخفاض لتقدير الذات واحساس بالدونيه. ده في الاصل اصلا يعني ده الدافع اللاشعوري اللي بيولد السلوكيات دي. فالموضوع بيبقى صدقوني من التربية. ده بيكون خارج من بيئة زي ما الدكتورة قالت دلوقتي، مش متشافة، هو مش متشاف يعني مش مشبع لا عاطفيا ولا إحساس أمن ولا يبقى فيه سوء معاملة، بيبقى فيه مقارنات زي ما حضرتك تفضلت. عشان كده ما بنشوفش مثلا أولاد المليارديرات يعني بينزلوا النوع ده من المحتوى يعني على السوشيال ميديا. حضرتك لما بتكوني شبعانه وقاعده في اوبن بوفيه مفتوح مش هتقومي تتحركي وتجيبي ياخد اللي انا عايزه بس. اي بالظبط، وبالمقدار اللي بيكفيني. هي الفكره في كده. انما لما بتكوني جعانه احيانا كثيره تلاقي الطبق قد كده وانت حتى مش مديه لنفسك فرصه تتذوقي الطعام يعني. فهي نفس القصه. طيب دكتور مها، بما انك بتتكلمي بتقارير وارقام، هل النهارده نقدر نقول انه حسب المحتوى اللي بتقدم؟ يعني انا النهارده لو عندي مثلا بلوجر او انفلونسر بتقدم محتوى ليه علاقه باللبس، فهي مضطره يعني تبقى بتشارك المتابعين بتوعها لبسها والبراندز والحاجات دي كلها اللي بيبعتوا لها الحاجات دي، هل النهارده نقدر نقول عليها كمان عندها نفس المشاكل؟ فهنا حسب المحتوى ولا كل ده بيقع تحت المظله بتاعه المرض النفسي او التباهي او النرجسيه؟ خلينا نقول هدخل في جزئيه مهمه جدا علشان اقدر اجاوب على السؤال ده. واحنا ليه بندخل على السوشيال ميديا؟ اولا مبدئيا احنا بندخل على السوشيال ميديا علشان خاطر ان احنا طبعا
نعبر عن الرأي، يعني مساحة كبيرة جدا للتعبير عن الرأي وتوحرة جدا. بس الفكرة انك داخل وعارف زي ما احنا قلنا في وعي، انك داخل مش معنى ان انت تعبر عن رأيك وان انت تبقى مقبول انت في الحقيقة كده انت مقبول اجتماعيا. لا، ما تبطلش انك تتطور من نفسك وتقف كده، وانك انت تحدد مواعيد معينة تدخل فيها علشان تقدر انك تطور من نفسك. ليه تاني بندخل على السوشيال ميديا؟ او مبدئيا هي في حاجة اسمها اللي هي الفومو، fear of being fear of foaming، اللي هو انا دلوقتي عايز طول الوقت عندي شراهه من انا ادخل على السوشيال ميديا اعمل سكرولنج على السوشيال ميديا. ليه؟ علشان خايف ان حد fear of missing out، ان انا خايف لحاجه تفوتني. يعني اللي هو انا خايف لا شيء معين يفوتني. فاحنا عندنا، احنا بطبيعتنا عندنا فضوليين. احنا كطبيعه بشريه فضوليه، تحب دايما انه يدخل على الفيسبوك عشان يعرف هو انا بس اللي مضغوط، هو انا بس اللي حياتي صعبه، ما انا عايز اشوف الدنيا. فهو اوريدي هو عنده فضول عشان يعرف غيره. بس فعلا قبل ما انت تطلع على ده عنده تطلعات، لكن شوف امكانياتك ايه، لا انت شوف تركز قدراتك على نفسك ايه، تقدر تعمل ايه، تركز على نفسك اكتر وتحاول اكتر من كده انك تطور من قدراتك وامكانياتك. ان انت قبل ما تقدر تشوف الناس او قبل ما انت تطلع عليهم، لازم الاول ان انت تعرف انت تقدر تعمل ايه، علشان ما يحصلش حاله المقارنه اللي بتحصل دايما عن طريق السوشيال ميديا. طيب تمام، احنا فقرتنا المتعلقه باظهار الثراء على السوشيال ميديا انتهت، لكن في خبر تاني هنستعرض دلوقتي مع حضراتكم ونشوف رايكم فيه، عايزين نستثمر وجودكم يعني معانا. طبعا كلنا شفنا امبارح على السوشيال ميديا وتابعنا الفرحه الهستيريه للبطل الناشئ مروان الفحله بعد وصوله لخط النهايه وفوزه بفضيه بطوله العالم لليزر ران للناشئين بالصين، ودي الصوره طبعا اللي بقت ترند على السوشيال ميديا امبارح. بس وهو ده النوع التفاخر اللي احنا عايزين نشوفه الفتره الجايه يا شاذلي، او عايزين نشوفه طول الوقت، انك تتفاخر بانجاز حقيقي انت عملته. فرحه اللاعب المصري اللي غالب دي ملامح وشه، وده يعني ظهر عليه في صوره التتويج انه ملامح وشه مبتسمه وبيضحك على طول، يعني زي ما قلنا انه ده النوع من انواع التباهي اللي احنا عايزين نشوفه. الحقيقه ان مروان الفحله بس مش هو اللي حقق ميداليه، ولكن ابطال المنتخب المصري للخماسي حققوا 14 ميداليه لبعثه مصر حتى الان. ده شيء ايجابي جدا وخبر ايجابي اجتماعيا ونفسيا بقى. اجتماعيا ونفسيا انا شايفه انه في الاساس بصوا الجمال، انا يمكن شايفه انه يعني ما شاء الله باين على الحلاوه بتاعتها، لا هو باين كمان على ملامحه ان هو عنده مناعه نفسيه قويه جدا. وطبعا المدرسه الاولى في التنشئه او في التنشئه هي الام، فمن الواضح ان انا عايزه اقول يا تحيه للامهات والاباء الحقيقي، يعني هم برضو ابطال الامهات والاباء الحقيقي، يعني شايفين ابطال المنتخب المصري، يعني زي ما قلنا ان هم حققوا 14 ميداليه لبعثه مصر حتى الان ببطوله العالم للليزر اللي اقيمت في الصين في الفتره من 7 الى 9 يونيو الجاري بمشاركه 550 لاعب بيمثلوا 24 دوله بيتنافسوا في المراحل العمريه من 9 سنين حتى الماستر 70 سنه بما فوق. يعني شايفين ابطالنا اللي مشرفينا نفسيا ازاي الابطال دي نشأت؟ ده موضوع كبير جدا. بس هم فعليا الاطفال يعني 9 سنين وياخد بطوله، يعني في ام وفي اب وفي رعايه وفي تربيه، وعلى فكره يعني في مرونه نفسيه، لان الموضوع ده بيكون موضوع فعلا ضاغط. حضرتك متخيل لما بتدخل امتحان، مجرد امتحان بتبقى متوتر ومضغوط قد ايه، فما بالك بتدخل بطولة طبعا. فالموضوع فعلا يعني تحية ليهم وتحية أنا بجد من هنا من البرنامج بجد أنا بشكر أم البطل، لأن هي البطلة الحقيقية، هي الأم العظيمة، هي الحقيقي اللي زرعت فيه القيم والمبادئ، وهي اللي زرعت فيه الثقة اللي أنا شايفها في عينيه والفرحة اللي في عينيه. أنا في الحقيقة أنا مبسوطة لأجل أن طبعا ده مصري وإحنا مصريين، وده شيء يستدعي كده فخر طبعًا. ان احنا في حاله كده من الهويه المصريه، ان انت في الصين وبتمثل بلدك وتسع سنين، لا عظيمه يا ام يا مصريه عظيمه يا بجد. ده ممكن ينعكس بقى على المجتمع ازاي؟ انه الاطفال مثلا لما يشوفوا نموذج زي مروان وزي الشباب اللي حققوا، او الاطفال ما يعتبروش الجزء الايجابي من التباهي هو التباهي بالنجاحات هو التباهي بالنجاحات وبالانجازات، وانه مش بيؤدي الى حاله من التشجيع. وفي الحقيقة الأمر يمكن نظرتنا للبطل ده بتبقى مختلفة شوية، لكن أنا شايفاه دايما بعين إنه لا، في تعب وفي مجهود كبير قوي اتبذل
علشان يطلع وان هو ينجح النجاح ده. وعلى في الحقيقه هو نجح قبل ما ينجح، لانه كان شايف النجاح، لانه كان حاسس بيه واثق فيه، وهو ده الجانب الايجابي فعلا من التنشئه الايجابيه ومن بجانب المرونه النفسيه وعنده مناعه نفسيه. واكيد ده حصل في البدايات الاولى او في التنشئه الاولى. طيب دكتوره ريهام، سريعا جدا جدا، انا كأم النهارده ازاي اوجه عيون اولادي على النوع ده من الانجازات البيرز بتاعهم او اللي قدهم في السن بيعملوها، عشان انا عايزاهم يشوفوا ده، مش عايزاهم يشوفوا الناحيه الثانيه. التعزيز الايجابي، واني انا اقدر ان انا ادعم واشجع ولادي ويكون ليهم قدوه يعني يحتذى بها للنجاح، واني انا اقدر ان انا اساندهم وان انا اشجعهم بصوره ايجابيه. وهو الام والاب في الحاله دي حقيقي هم بيكونوا الابطال فعلا. كل شكر ليكي دكتوره مها، يعني مها سليمان الباحث في علم الاجتماع، دكتوره ريهام حسن استشاري الصحه النفسيه، نشكركم على وجودكم معانا النهارده. شرفتونا ونورتونا. وعلى تحليلكم اكيد لكل لموضوعنا اللي هو في الحقيقه مهم جدا، نتمنى المشاهدين يكونوا استفادوا منه. كده مشاهدينا نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.